الخير لكل مشاهدي الام تي في. ديربي جديد عم تشهدوا كرة القدم اللبنانية، ديربي بين البرج وشباب البرج، فريقين من نفس الضيعة، فريقين صعدوا من الدرجة الثانية بالموسم الماضي. البطل والوصيف البرج، بطل الدرجة الثانية ووصيفه نادي شباب البرج. حساسية كبيرة بهذه المباراة، مبلشة من قبل المباراة من خلال هتافات الجماهير جمهوري الفريقين. بتصور رح تكون مباراة حماسية جدا، فيها حساسية كتير، بتصور رح تكون مباراة قاسية على الفريقين. فنيا ما كتير بنعرف عن فريقي البرج وشباب البرج، ربما اليوم المشاهدين رح يتعرفوا أكثر على الخصائص الفنية لكل فريق. على كل الأحوال معنا كابتن جمال حجر، نحكي أكثر فنيا عن هذه المباراة. يعني مثل ما قلنا الفريقين منهم كثير معروفين، صحيح. الفريقين دعموا صفوفهم، ربما نادي البرج كان أنشط بمجال التعاقدات والانتدابات، قدر يركب فريق مقبول نسبيا. نادي شباب البرج أيضا يملك مدرب جيد ومساعد مدرب جيد، كذلك نادي البرج يملك مدرب مخضرم اللي هو محمد الدقة يلي كان مساعد مدرب منتخب. أنت برأيك قبل المباراة، قبل ما نحكي عن الدربي وأهمية هذه المباراة وأهمية الدربي، يبدو الواضح عند البرج وشباب البرج ما جايين ضيفين على دور الدرجة الأولى، يبدو أنه هن ناويين يبقوا بالدرجة الأولى وناويين مع الوقت يمكن عندهم طموحات كثيرة. والدليل انتدابات اللي عملها فريق البرج بكير والمستوى المقبول اللي عم بيقدمه شباب البرج. يعني أنا شفت له مباراة بالتحضير، الفريق إلى حد ما نوعا ما فينا نقول أنه ممكن يقدر يصمد بالدرجة الأولى. فمن خلال المباراة اليوم من تشكيلة الفريقين وطريقة اللعب بنشوف أنه واضح انه فريق البرج عم يلعب بنظامه العادي اللي هو 4-2-3-1، مقابل شباب البرج عم يلعب ب 4-4-2. واضح انه شباب البرج بده يحاول يمتص بالبدايه ويحافظ، لانه اذا بنشوف فريق شباب البرج خط دفاعه كله من اللاعبين اللبنانيين، ما في اسماء كبيره، فبالتالي يمكن تكون نقطه ضعفه هي خط الدفاع، وسطه وهجومه كثير قوي، فبالتالي عم بيحاول يكسر. ربما الضغط رح يكون على خط الوسط لحتى يخفف شوي الضغط على الدفاع. قبل ما نحكي كابتن بالتشكيلات، خلينا الفريقين فايتين بمعنويات عاليه، نادي البرج خارج ارضه بمباراه صعبه بملعب صعب ملعب المرداشيه قدر انه يفوز بثلاث نقاط من السلام صغرتا، ايضا نادي شباب البرج بملعب صعب وبمباراه صعبه امام التضامن سور قدر انه يفوز بثلاث نقاط. برايك هذا 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 مؤشر على اللي رح نشوفه اليوم بالمباراه؟ اكيد هذا دليل انه فازوا بمباراتين صعبين كثير كل واحد، واضاف لرصيده ثلاث نقاط ما يمكن مش بالحسبان، بالتالي يمكن بخليه اليوم لو بيكون مرتاح شوي. ولولا انه مباراة الديربي واهميتها، لولا انه هيدي مباراة لها خاصيتها بالنسبة للفريقين ولا ظروف او ولا حساباتها الخاصة، لكنه بتخليه انه داخل بذخيرته ثلاث نقاط من خارج ارضه، هذا كثير منيح، هذا الامر للفنيين مريح لكنه مش للرأي العام. بعتقد الفريقين بمستوى مقبول، معنوياتهم عالية، في جهوزية باستثناء غياب عبد الفتاح عاشور اثناء الاحماء، هلا دخل احمد خطيب بشكل مفاجئ مع فريق البرج، لكنه الفريقين جاهزين للمباراه. رح نشوف التشكيلتين، وبعد التشكيلتين بدي اسالك يعني عن العامل الذهني يلي مهم بهذه المباراه الحساسه، يعني لانه منطقه البرج او ضيعه البرج صار اسبوع عايشه على هاجس هذه المباراه، رح اسالك عن العامل الذهني. بس خلينا نبلش بتشكيله نادي البرج يلي هو مستضيف هذه المباراه. عبد الكريم صالح بحراسه المرمى، وليد اسماعيل، حمزه عبود طبعا اظهره، مالك وعبد الفتاح عاشور اللي كان من المفترض انه يبلش ولكن بالدقائق الاخيره تم استبداله باحمد خطيب بسبب اصابه بتصور بالظهر، محمد قاسم وحسين ابراهيم السعوق لاعبي ارتكاز، تياغو امارال اللاعب البرازيلي المعروف من ايام طرابلس كمان لاعب جيد، الاطراف محمد جعفر، حسين العوطة، وسارفو اللاعب المعروف بنادي التضامن السور بالموسم الماضي كمان يعني مهاجم جيد. هذه تشكيله نادي البرج 4-2-3-1 بالمقابل تشكيله نادي شباب البرج، نمر لحوب بحراسه المرمى، محمد عدنان ياسين كظهير ايمن، الموسوي، أمير الحصري كظهير أيسر، قلبي دفاع حسن هزيمي وعلاء حمية، يوسف عتريس، أغوستينو، علي بزي، كلاوديو معلوف، رباعي الوسط، آدمز وكريستريمي مهاجمين، يعني خلينا نقول برسم تكتيكي 4-4-2. نرجع للعامل الذهني المهم جدا بهذه المباراة، كل مدرب شو كان لازم يقول للاعبينه قبل هذه المباراة؟
رشيد هون لازم نستفيد شوي بالحكي. هي مباراة ثلاث نقاط. مباراة ثلاث نقاط لا أكثر ولا أقل. الديربي بيعني معنويا ونفسيا ولازم الديربي يكون نوع من أنواع الحافز لتطوير المستوى ولتطوير الأداء، مش يكون بالعكس، مش لنوضع الشحن والضغط على المدرب وعلى اللاعبين وفي حالة خسارة نهاية الدنيا. وهون دور كبير للرأي العام وللجماهير. الجماهير فكري كيف تحمز، شو دور الجمهور؟ عم بيحكي عن شباب البرج والبرج وكل جماهير الأندية. دورك يا مشجع تحفز لعيبك، تحفز فريقك، تفرض عليه أو تحاول تحرضه لتقديم الأفضل، مش تدمر الآخر، مش تشحن، مش تضغطه. دور الجمهور إنك تفيد لعيبتك. نحن إذا بدنا نطور لازم نساعد لعيبتنا ليقدموا أفضل ما عندهم. ما قلي بساعده إنه والله من عم يبلشوا الجماهير بالشتام وبالسبسبة وهيدي الشغلات لازم نبتعد عنها. الجمهور متشنج، واضح انه الجمهور متشنج، لازم نبعد عنها. مش عم بحكي عن جمهور البرج، عن كل الجماهير. يا اخي طلعوا اناشيد واغاني بتحفز لعيبتكم، ركز على فريقك، الشتام بالفريق الاخر، ركز فريقك يقدم افضل ما عنده. هيدا هيك بنبلش نساهم انه نحن نحفز اللاعب يعطي افضل ما عنده، وبالتالي اللاعب ينزل يلعب منيح وبساعتها بيتطور الاداء، بيتطور المستوى. ما بنضغط على اللاعب وبنخليه نحاول انه ما يعطي افضل ما عنده لانه متشنج. فهذا الموضوع المدرب المفروض يحكي مع اللعيبه. ما هي لمباراه ثلاث نقاط، الفوز فيها مهم معنويا، لكنه بحسابات الدوري الاداء الجيد وثلاث نقاط هو الاهم. وما في شيء اسمه نجم انصار، ما في شيء اسمه برج وشباب برج، في ثلاث نقاط هي هيدي الحسابات بالنهايه. من المتوقع ان تكون المباراه حماسيه خاصه بوجود الجمهورين، تحديدا جمهور نادي البرج يلي جمهوره كبير نسبيا عم يتفاعل كثير مع فريقه. نتمنى انه طبعا التشجيع يبقى بالاطر الحضاريه. على كل الاحوال بين الشوطين نحن رح نحكي اكثر فنيا لانه بيكون شفنا الفريقين بشكل اوضح. رح ننتقل هلا لزميلينا فارس كرم وشرب الكريم الى غرفه التعليق لمتابعه الشوط الاول من مباراه البرج وشباب البرج. شكرا رشيد، مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في، تحيه كثير كبيره لكم من ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا بوابه الجنوب. هالمباراه اللي عم تستقبل الديربي المنتظر، ديربي برج براجني بين البرج وشباب البرج، المباراة المنتظرة يلي رح نشوفها اليوم على أرض الملعب لأول مرة بالدرجة الأولى. هالفريقين عم بيلتقوا من بعد ما التقوا الموسم الماضي بالدرجة الثانية، ومرتين كان الفوز لفريق البرج. البرج كان عم بيفوز 1-0 و3-2 بالمواجهتين ضمن الدرجة الثانية، واثنيناتهم طلعوا للأولى. حكام المباراة حسين أبو يحيى، حسن أنصو، هشام أنصو وأحمد سعيفين. ومين رح يربح الكرعة؟ نادي البرج يلي عم يربح الكرعة مع وليد إسماعيل يلي عم يسأل أكيد حارس مرمي وين بدك أي جهة، لأنه الشمس كمان تلعب دور كتير مهم. الصورة التذكارية ولحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة، قائدي الفريقين يلي بنتمنى التوفيق للبرج ولشباب البرج. حسين إبراهيم اليوم رح نشوفه وغيره من اللاعبين تتعرفوا عليهم كلهم خلال المباراة. بس في لاعب من شباب البرج بدنا نراقبه كتير منيح، نمبر 8 اللاعب البرتغالي أغوستينو يلي كان عم يلعب مع برشلونة بيه. وشخصيا أنا شربيل شفت له أكثر من فيديو خلال التمارين إلى جانب ميسي سواريز وغيرهم. أغوستينو اللاعب رقم 8 بصفوف فريق شباب البرج. مرحبا فارس وتحية لكل مشاهدي ام تي في اللي عم يتابعونا بيوم جديد من نقلنا المباشر لدوري ألفا، وطبعا المرحلة الثانية مع هالمباراة. العنوان بهالمرحلة مباراة واحدة فقط عم تقام اليوم ضمن هالمرحلة، بكره اكيد في مباراتين بين الصفا والشباب الغازية، وايضا مباراة الانصار وشباب الساحل يلي بتقدروا تتابعوها مباشرة عبر شاشة ام تي في. الحديث عن الاجانب بطول بهالمباراة، لاعبين تعرفتوا عليهم بملاعب كرة القدم اللبنانية مثل تياغو امارال مع البرج، كريس تريمي لورونيو مع شباب البرج، وطبعا عم نحكي عن ستيفن سارفو ايضا مع البرج. اغوستينو سا هو من اللاعبين المنتظرين بمباراة اليوم، رح نشوف اذا رح يقدر يكون على مستوى الاسم يلي حمله الى لبنان، على مستوى الكارير يلي كان عنده اياه، المسيره الكرويه يلي كان لها محطات اوروبيه عديده. اكيد رح نحكي اكثر عن هاللاعب وغيره من اللاعبين خلال مجريات المباراه. هذا جمهور البرج يلي عم تشوفوه امامكم على الشاشه حاضر باعداد جيد اليوم لمواكبه فريقه، مثل ما عودنا بمباريات بطوله الدرجه الثانيه وعوده البرج الى دوري الاضواء بعد 16
12 سنة من الغياب، عودة إلى ساحة الكبار، كان عم يتوجها بالفوز بكأس التحدي بالمباراة النهائية يلي جمعته مع السلام صغيرة، المباراة طبعا يلي تبعناها مباشرة عبر شاشة ام تي في. اليوم يوم جديد وحسابات جديدة بالنسبة للبرج، بعيدا حتى من حساباته المغاير على المباراة الأولى يلي فاز فيها على السلام صغيرة بنتيجة 1-0 مقابل فوز شباب البرج على التضامن الصور ببداية المشوار 2-1، فوز تاريخي كان لشباب البرج لأنه كان الأول له بدوري الدرجة الأولى، وطبعا بعد ظهوره بدوري الأضواء للمرة الأولى لحظة انطلاق المباراة إلى يسار الشاشة باللون الأبيض بالقميص الأبيض هو شباب البرج، باللون الأصفر التقليدي هو فريق البرج اللي عم يحاول يهاجم من بداية اللقاء. مثل ما ذكرنا ومثل ما كررنا، المباراة منتظر أن تكون حماسية مليئة بالحساسية، وطبعا المنافسة المناطقية بين هالفريقين، المنافسة اللي كانت حاضرة بالموسم الماضي بينه ببطولة الدرجة الثانية ذهابا وإيابا كان عم يفوز البرج، فرح يقدر شباب البرج اليوم يرد التحية يثأر من البرج على مسرح الكبار بدوري الدرجة الأولى. هذا السؤال طبعا بنعرف إجابته خلال الدقائق التسعين لهالمباراة يلي عم تقام على ملعب صيدا البلدي، وأكيد كتار عم يتابعوها. تياغو أمارال صاحب الهدف الوحيد بمرمى السلام صغرتا، المباراة يلي بنهايتها كانت مثيرة للجدل بعد مطالبة السلام بركلة جزاء بينالتي، لكن البرج كان عم يخرج بفوز ثمين، فوز طبعا مهم جدا ببداية المشوار. بيعرفوا كتير منيح فريق البرج انه الفريق يلي تم تشكيله لهالموسم فريق اكيد طموحه يبقى بالدرجة الاولى، يكون بمراكز النخبة، يكون بمركز متقدم، عدد كبير من التعاقدات، اكثر فريق اجرى تعاقدات من دون شك هو البرج. أمير الحصري ظهير أيسر النجمة والأنصار السابق مع شباب البرج عم بيكون دائما بالقميص الرقم 93، كرة مع شباب البرج بوسط الملعب. الاعتماد بشكل كبير راح يكون على الثلاثي الأجنبي كريستريمية اللي بيعرف الملاعب اللبنانية كتير منيح، صادق آدمز وأغوستينو، إضافة بخط الوسط لأسماء بتعرفوها سابقا مثل كلاوديو معلوف لاعب النجمي وطرابلس السابق، مثل علي بزي ايضا القادم من النجمي على سبيل الاعاره، حسن هزيمه بقلب الدفاع قادم من البقاع مثله، مثل محمد الموسوي الظهير الايمن. هذا طبعا عم بتحدث عن شباب البرج ولاعبي فريق البرج يلي كلهم عندهم خبره الدرجه الاولى، ايضا اسماء تعودتوا تشوفوها مع فرق مختلفه. كره الى خارج ارض الملعب، اكيد عنا الكثير نقوله عن الفريقين والشغل يلي عملوه خلال فتره الانتقالات الصيفيه، وطبعا مشوارهم بالموسم الماضي، يعني بذهاب الموسم الماضي البرج كان عم يفوز 1-0 على شباب البرج. وسيم عبد الهادي المهاجم الفلسطيني مهاجم الحكمه الحالي بالدقيقه 75 كان عم يسجل الهدف الوحيد. بالاياب البرج فاز 3-2، تقدم 3-0 بوقتها بالمباراه عبر وسيم عبد الهادي بابي وعلي حراني قبل ما شباب البرج يسجل هدفين، ايمانويل اسيري ونابي بانجورا بالدقيقتين 90 و91 ما قدر يعود للمباراه، لكن كان قريب جدا من التعادل. حمزه عبود بيلعب هالرمية التماس الطويله، الخطوره موجود داخل المنطقه مع محمد جعفر، بترجع لعند حمزه عبود، ممكن نشوف اول فرص اللقاء. حمزه بيحاول يلعب الكره عرضيه لكن مقطوعه مجددا الى رمية التماس. عم بيحاول البرج يحاصر منطقه جاره ببدايه اللقاء، عم يحاول يكون قريب مع تياغو امارال. امير الحصري هو اللي عم يدافع عليه، تياغو مقطوعه من امير بشكل ذكي وبشكل نظيف. الامر الواضح انه شباب البرج بمطرح معين بده يكثف العدد الدفاعي ويعتمد على الهجمات المرتده، تحديدا يتكل على اللاعب يلي عم نشوفه قدامنا، اللاعب الغاني الصادق ادمز، لمحاوله الارتداد، لاعب سريع. جمهور البرج باللون الاصفر دائما، اللون الموحد والاصفر هو الطاغي من دون شك على بطوله الدرجه الاولى هالموسم. الصفا باللون الاصفر، العهد باللون الاصفر، ايضا شباب البرج بيرتدي اللون الاصفر. فريق يعني طبعا شباب البرج فينا نقول حديث العهد، كان حصل على رخصه نادي الارشاد يلي لعب مره واحده فقط بدوري الدرجه الاولى، ومن الرابعه الى الثالثه الى الثانيه الى الدرجه الاولى موسم بعد اخر، يعني بكل درجه كان عم يبقى موسم فقط شباب البرج وصولا الى الدرجه الاولى. مع هالكره الاماميه ايضا محمد جعفر، ترقب كبير يعني شو ممكن يعملوا هجوم فريق البرج، اسماء ثقيله مثل حسين القوطه، محمد جعفر، تياغو وسارفو. كره بوسط الملعب من جديد، محمد جعفر هو محور لعب، بحاول يلعب هالكره الاماميه مقطوعه
بتنتقل هالمرة لشباب البرج، والكرة الطويلة أغوستينو هو اللي حاول يوصلها للأمام. من جديد حمزة عبود نشيط على الجهة اليمنى، حمزة 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 عم يوصل تقدمه، الكرة العرضية من حمزة عبود الأرضية إنما أيضا مقطوعة. بداية المباراة واضحة فارس، هجوم من البرج ودفاع من شباب البرج. يعني مباراة فينا نقول حماسية نظرا لحساسية اللقاء وحديث الشارع، خاصة منطقة برج براجني اللي اليوم عم بتتابع المباراة، هو مثل ما بنعرف بفرد بيت معقول كثير يكون في اثنين أخوة، واحد بشجع البرج والآخر بشجع شباب البرج. هيدي المنافسة، هيدا الدربي الرياضي بين الفريقين، وبداية مباراة متكافئة. مين رح يتمكن انه يفتتح تسجيل كرة أمامية بينجحون وبسهولة انه يلتقطها نمر لحود؟ نمر لحود هالاسم يلي برز فور توقيعه مع نادي الأنصار، خضع للتجربة مع نادي الأنصار، من بعدها رجع انتقل لنادي الشباب البرج. أغوستينو بمرر هالكرة أمامية ليوسف عتريس، يوسف عتريس كان عم يلعبها إسماعيلة، بيقطع الكرة باللحظات الأخيرة لوليد إسماعيل، وليد إسماعيل بمرر بدوره لمحمد قاسم اللاعب الفلسطيني لمحمد جعفر، محمد جعفر بغير اتجاه الكرة لعند حسين إبراهيم الصعوك. أمامية، مباراة سريعة بين الفريقين، ممنوع الغلط. تياجو دو أمارال لاعب بجيد التسديد من الخارج، عنده تسديدات قوية وفي تسلل أول بالمباراة. حسين أبو يحيى عم نشوفه قدامنا، الرجل الجليدي حسين أبو يحيى، أعصابه رايقة كتير وقراراته صحيحة بتكون. ومع هالكرة يلي عم انتبعها شباب البرج عم يجرب يبني هجمة بمنتصف الملعب. الكرة حاليا من كلاوديو معلوف برجعها خلفية لعند لاعب الفريق بمنتصف ملعب علي بزي، علي بزي يلي سجل هدف الفوز الاسبوع الماضي من ركله جزاء المعار من نادي النجم. كره اماميه لشباب البرج على حدود منطقه الجزاء، اسماعيل انتيري بيبعدها وباللحظات الاخيره كمان بيرجع بشتتها دفاع فريق البرج. عبد الفتاح عاشور واحد من نجوم فريق البرج بخط الدفاع هالموسم راح يكون، من بعد ما كان الموسم الماضي مع فريق النجم. تياجو 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 بيلعب الكره بلا محمد قاسم، محمد قاسم بغير اتجاهها لعند وليد اسماعيل كابتن الفريق. وليد اسماعيل بيتعرض للخطا من يوسف عتريس، يوسف عتريس اللي هون بيرتكب الخطا وبروح رياضيه دغري بيتوجه عند وليد اسماعيل ليساعده ليقدر يقوم، وركله حره من مكان خطر كثير اذا قدر فريق البرج يترجمها عن طريق محمد جعفر. خطأ كمان مرة، هذا الخطأ قدامنا. محمد جعفر رح يلعب الكرة، اسماعيلة عم يتقدم، اسماعيلة انتيري خطر كتير بالكرات الرأسية. خمس لاعبين من فريق البرج داخل منطقة فريق شباب البرج، والكرة عالية بعيدة، لوين هاي لوين هاي مش لحدا أبدا كانت. ومرمى شباب البرج عم بيخلص، قدامنا على الشاشة محمد الموسوي لاعب البقاع السابق ظهير ايمن نادي شباب البرج. مباراة مهمة كثير، وثلاث نقاط وتقولوا برج شباب البرج هي بمثابة ست نقاط نظرا للدربي، واكيد مع نهاية المباراة حديث المنطقة، حديث منطقة البرج كله راح يكون هاللقاء، مين لعب منيح مين ما كان منيح، وهذا حديث الفوتبول يلي دايما نتمنى يضل ضمن الاطر الرياضية والروح الرياضية. رمية تميز سريعة، اللعب سريع، ما في شيء بعد خطير بهالمباراة، بس عم نشوف تبادل كرات، وفريقين رح يكونوا من الفرق يلي رح يلعبوا دور كتير مهم لعرقلة الفرق الكبيرة هالموسم، أنا هيدا الشيء أكيد منه. سربو وكرة داخل منطقة الجزاء، الأخطر لهلأ، الأخطر لهلأ من بداية المباراة كانت لفريق البرج مع محمد جعفر يلي لعب الكرة ما وصلت لتياجو دو أمارال، انقطعت ترجع بتروح سريعة لكريس تريمي لاعب التضامن السوري السابق اللاعب الايفواري يلي بتعرض للخطا هون بالاعاده. بنشوف الكره اماميه ومحمد جعفر لعبها بالعرض وكان بالوقت المناسب عم بيبعدها حسن هزيمه، حسن هزيمه اكثر من ممتاز من وقت ما كان هاللاعب مع فريق البقاع، فعلا بيريح كثير حارس مرميه وبيريح كثير الدفاع وقت بيكون موجود حسن هزيمه. هذا هو اللي عم نحكي عنه هلا، اللي عم بيلتقط الكره حسن هزيمه، بيتقدم بيتقدم بالكره بيلعبها اماميه. علي بزي ما زال محافظ على الكره، علي بزي
وبيتعرض لعرقلة واضحة على بزي. هالمرة العرقلة من حسين إبراهيم. حسين إبراهيم يلي عم يرتكب الخطأ من مكان مناسب لفريق شباب البرش ليقدر يكون عنده أول محاولة وأول فرصة بالمباراة. هون ما في شيء، الحكم بيتابع، بقوم علي بزي بياخذ كرة من حسين إبراهيم. حسين إبراهيم بيرجع بيرتكب الخطأ، ممنوع تقطع يا بزي، بده يوقفه للبزي بأي طريقة، لأنه لو قطع البزي معقول كتير كتير تكون كرة خطرة، لأنه وصل على مشارف منطقة الجزاء. لهالسبب هيدا خطأ ذكي كان من حسين إبراهيم. ركلة حرة بهالوقت لفريق شباب البرج مع أغوستينو برشلونة بي، لاعب إلى جانب الكبار. هلا حاليا على الكرة صادق، هذا صادق شو رح يعمل لاعب غاني؟ هل رح يبتدي حد يشيل؟ لا ضعيف كثير، حسين إبراهيم بيبعدها. ما في خطأ، ما في خطأ. أغوستينو بيلعب الكرة أمامية ما زالت مع فريق شباب البرج. عطريس عطريس، حلوة كثير هالكرة. فريق شباب البرج عنده نقلة نوعية كمان مثله مثل البرج، وبالنهاية الكرة بين إيدين حارس مرمى البرج عبد الكريم صالح، يلي اليوم ارتقى الجهاز الفني ومحمد الدقة إنه يكون عم يلعب عبد الكريم صالح شربل بدلا من محمد سانتينو. طبعا خيارات المدربين، والاكيد انه اليوم المدربين ابراهيم عتاني من جهه شباب البرج ومحمد الدقه من جهه البرج عم يدخلوا المباراه بافضل خيارات ممكن. بيعرفوا حساسيه المباراه، بيعرفوا انه المباراه بالنسبه لهم غير كل المباريات، لان جمهور الفريقين بينتظر الفوز ولا شيء غير الفوز، وتحديدا جمهور البرج الطامح مثل ما ذكرت للوقوف بالمراكز المتقدمه، وايضا جمهور شباب البرج الطامح للرد على خسارتين بالموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية. مع العوطة حاليا معه الكرة، بحط على الجهة اليمنى دائم مركز تائل مع حمزة عبود. العوطة بحاول يمر عن أغوستينو. أمير الحصري عم يعمل مباراة جيدة بالبداية، هو يلي عم يوقف العوطة، بيلعب الكرة للأمام مقطوعة من جديد من إسماعيل أنتيري. بيعرف كتير منيح الملاعب اللبنانية، بيعرف كتير منيح ملعب صيدا، لاعب الشباب الغزية بالموسم الماضي. أمر ذكي برأيي من محمد الدقة ومن نادي البرج التعاقد مع لاعبين بيعرفوا كرة القدم اللبنانية، سبق واختبروا الملاعب اللبنانية، وطبعا مندمجين بأجواء الفوتبول اللبناني، ما بدهم وقت ليتأقلموا. وهذا محمد الدقة أمامنا على الشاشة، مدرب الصفا السابق. كرة ملعوبة للأمام باتجاه لكريست، يعني أربع لاعبين من أصل ستة على أرض الملعب على الصعيد الأجنبي سبق ولعبوا بلبنان. طبعا كريست ريميل لورونيون يلي كانت بدايته مع شباب الساحل، وايضا لعب مع الانصار ومع تضامن صور بالموسم الماضي قبل ما يكون عنده تجربه مع تشيرشل براذرز الهندي لفتره قصيره، ويعود الى لبنان للانضمام الى شباب البرج. يعني كتار هن المدربين بدوري الفا يلي بحبوا لاعب مثل كريست ريميل لورونيون، لاعب ذكي بيتمركز بشكل كثير منيح، ما عنده المهارات الكثيره لكن تمركزه دائما جيد بالوقت يلي هالكره عم توصل عند صادق ادمز. خطير ممكن يكون باي لحظه من اللحظات. امير الحصري عم يتقدم على الجهه اليسرى وعم يلعب هالاوفر، والكره العرضيه مقطوعه عند تياغو امارال صانع العاب البرج صاحب القدم اليساريه المهاريه، هو يلي كان عم يلعب الكره لامام محمد جعفر، لكن التدخل من محمد الموسى ويشوفه ما خليه يفكر مرتين محمد جعفر ليقطع الكرة. رمي التماس لمصلحة البرج على الجهة اليسرى مع وليد اسماعيل، أيضا عنصر الخبرة الأكبر بفريق البرج عم يأمنه اللاعب قائد فريق البرج بهالموسم. مع هون اصطدام بين جعفر والموسوي، اللاعب عم يستمر. هيدا تياغو أمارال أمامنا، مثل ما ذكرت سبق ولعب 10 مباريات مع طرابلس بدوري الفا، وضم للبرج حديثا، وبدايته كانت اكثر من ممتازه بهدفه بمرمى السلام صغرتا بالوقت يلي صادق ادمز عم يحاول يسدد كره الى خارج ارض الملعب. تياغو امارال كنت عم بحكي عنه 11 مباراه بشكل عام بالدوري، سجل خلالها 4 اهداف وعنده تمريره حاسمه وحده، هيدي هي ارقامه لتياغو امارال. لغه الارقام اكيد رح تكون حاضره معنا بالكلام عن اللاعبين الاجانب تحديدا ومدى تاثيرهم بالفرق يلي دافعوا عن الوانها بلبنان. هذا صادق ادمز بعام 2007 صنف صادق ادمز
من قبل مجلة وورد ساكر الشهيرة بين أفضل 50 موهبة صاعدة بعالم الفوتبول. يعني إذا بنطلع على سيفي صادق أدمز أهم بكتير من أغوستينو، وجولاته وصولاته بالملاعب الأوروبية كانت أكبر بكتير. بالوقت يلي هون الكرة مقطوعة من حسن هزيمة للأمام، محاولة للتقدم وأيضا الخطأ. رح تشوفوا كتير صفرات، رح تشوفوا كتير التحامات، رح تشوفوا كتير أخطاء. تياغو أمرال هو يلي كان عم وقف علي بزي بالخطأ بالكرة الأخيرة، هون مر علي بزي عن تياغو أمرال والفاول كان واضح. حسين أبو يحيى كان قريب من الحالة، الخطأ عم يتنفذ. ربع ساعة مرت، التعادل السلبي، الحذر واضح تحديدا من ناحية شباب البرج يلي ما عم يغامر أبدا. بهالأثناء الكرة ملعوبة على الجهة اليسرى والمرور هون. المرور كان من أمير الحصري والخطأ لمصلحة أمير. لاعب يلي إجا من بلجيكا انضم للنجمة ومن بعدها انتقل للأنصار مع فريق ثالث بثلاث مواسم له بكرة القدم اللبنانية. هيدا أمير الحصري هون كان عم يتلقى الخطأ من العوطة مع الكرة الأمامية الملعوبة، بتبقى مع يوسف عتريس. يوسف عتريس بيلعب الكرة العرضية خطيرة أيضا، مقطوعة من حمزة عبود بالرأس ومن محمد قاسم بالمرحلة الثانية أيضا برأسه ستيفن ستارفو لتياغو أمرال، ممكن المرتدة الصافرة والخطأ لمصلحة البرج. هيدا حسين حمدان مدرب فريق شباب البرج الى جانب المدير الفني ابراهيم عتاني. الوجه يلي تعودنا نشوفه كلاعب بفتره طويله مع نادي الحكمه، لعب ايضا مع النجمه والانصار، طبعا نهايه مسيرته كانت نجمويه وعاد وطل من مقعد النادي الشعبي كمدرب. كره ملعوبه من وليد اسماعيل للامام، مقطوعه الكره، رمي التماس لمصلحة شباب البرج رح تكون هالكرة. يعني هدوء وحذر فارس، هذا الأمر واضح على أرض الملعب، لكن هدف بالتأكيد رح يغير كتير من جو وصورة المباراة. يعني عم يلعبوا الفريقين بحذر كتير كبير خوفا من الهدف الأول، ما بده حدا يتلقى مرمي هدف لأنه الأمور رح تصير أصعب وأصعب نظرا للأسامي الموجودة عند الفريقين، الأسامي الكبيرة اللي موجودة كان بالبرج أو بفريق شباب البرج. الفريقين دعموا حالهم كتير منيح ليكون عندهم دور مهم بمنافسات الدرجة الأولى. مش الهدف أبدا نطلع لنرجع ننزل، الهدف نطلع ونبقى ونعمل نتائج، هذا شعار الناديين. رمي التماس رح تكون بهالوقت لوليد اسماعيل كابتن فريق البرج اللي رح يلعب رمي التماس طويلة لداخل منطقة الجزاء، بينفذ الكرة بيبعدها دفاع فريق شباب البرج وبشتت الكرة بهالوقت على علاء حمية. بدو ينتبه اسماعيلا، بدو ينتبه اسماعيلا، بدو يشتت، ايه ما بيقدر يمرر ابدا اسماعيلا. كرة امامية وفرصة لفريق البرج، معقول كثير نشوف الهدف الاول بالمباراة؟ لا، لانه في حسن هزيمة، حسن هزيمة بس عينكو هزيمة، بس ممنوع حدا يهزمه بالدفاع، ممنوع الهزيمة عند حسن هزيمة، قطع كرة خطرة كثير، كرة كادت تسبب مشكلة لفريقه. برافو لحسن، والكرة حاليا مع حسن يلي بيلعبها أمامية، ما زالت مع فريق شباب البرج يلي عم بيقدموا مباراة جيدة مثلهم مثل فريق البرج. كلاوديو معلوف بيلعب الكرة أمامية، ما زالت مع علي بزي، علي بزي بغير اتجاهها لعند عتريس. يوسف، يوسف بيتقدم معه وليد اسماعيل، يوسف عتريس، يوسف عتريس بيرجع الكرة خلفية، ما زالت حاليا مع الموسوي، الموسوي يلي بيلعبها بدوره لكريس ريمي، ريمي بيرجعها كمان. التمريرات من كلاوديو معلوف، مقطوعه من وليد اسماعيل لمحمد جعفر، محمد جعفر بيتقدم، محمد جعفر بيلعب الكره بهالوقت لمحمد قاسم، محمد قاسم بغير اتجاه الكره ناحيه اليمين. حمزه عبود، حمزه عبود لتياغو، ترجع لتياغو، تياغو هو رح يكون مصدر الخطوره بصفوف فريق البرج اذا سدد على المرمى. بين ايدين، بين ايدين حارس المرمى، سهل كثير هالكرة، ما رح يكون فيها اي مشكلة ابدا. احمد الخطيب يلي رجع ونزل باللحظات الاخيرة
من بعد ما كان عبد الفتاح عاشور بس نشير لهالشغلة بالتشكيلة الأساسية، أحمد الخطيب شارك بدلا من عبد الفتاح عاشور باللحظات الأخيرة كلاعب أساسي. على كل هلأ بين الشوطين بنعرف إذا عبد الفتاح تعرض للإصابة خلال عملية تحمية وشو السبب يلي خلى المدير الفني لفريق البرج محمد دقة يجري التبديل باللحظات الأخيرة. فإذا أحمد الخطيب يلي عم يلعب اليوم إلى جانب إسماعيل أنتيري بدلا من عبد الفتاح عاشور، أحمد الخطيب لاعب فريق الصفا يلي انتقل من الصفا إلى فريق شباب البرج. لحظات توقف المباراة وفرصة للاعبين ليرتاحوا ليشربوا ماي في لاعبين من فريق شباب البرج عم بيجروا عملية التحمية. عبكير بيرجع بيقوم محمد موسوي لمتابعة المباراة، إصابة خفيفة للموسوي. محمد موسوي الأمور سهلة وراح يتابع المباراة الموسوي. عملية تحمية اللي كانوا عم يجروها لاعبين فريق شباب البرج تحسبا لأي تبديل طارئ لأي تبديل معقول يصير. محمد موسى وناطر إشارة من الحكم ليرجع يدخل لأرض الملعب لمتابعة المباراة. صار قاطع تقريبا نص الوقت بالنسبة للشوط الأول. أمير الحصري يلي شفتوه مع النجمة وشفتوه مع الأنصار، أمير الحصري لاعب ممتاز بمركز ظهير الأيسر، بيقاتل بيلعب على كل كرة ورمي التباس لمين يا أمير؟ لكلاوديو معلوف. كلاوديو معلوف بيرجع الكرة بحط الضغط كله على أمير الحصري ليشتت الكرة يلي بيلعبها أمامية. الصعوك لا محمد جعفر، محمد جعفر بيتقدم، محمد جعفر بيلعب الكرة ما في تسلل، فرصة لفريق البرج مع تسديدة وتأخر كثير وفي ركلة جزاء، في ركلة جزاء بنالتي. الحكم حسين أبو يحيى بيقول في ركلة جزاء بنالتي لفريق البرج. بهالوقت محمد جعفر هل هو رح ينفذ ركلة الجزاء؟ حامل الكرة بنرجع بنشوف بالإعادة. هون تسديدة من ستيفن سابو وهذا الخطأ يلي صار، الخطأ يلي ارتكبه محمد موسوي. فريق شباب البرج ما اعترض على ركلة الجزاء. هون الكرة ومحمد جعفر وركلة الجزاء يلي تم احتسابها من قبل الحكم حسين أبو يحيى. هل منطقة برج براجني رح تحتفل بالهدف الأول لفريق البرج والقسم الثاني ما يكون مبسوط ابدا مع الهدف اذا دخل بمرمى فريق شباب البرج؟ برجع بقلكم اليوم برج براجي مقسومه، هو البرج اللي جمهوره اكبر، فرصه لافتتاح التسجيل، فرصه للهدف الاول بالمباراه. محمد قاسم بمواجهه نمر لحود. نمر يا نمر شو رح تعمل بهالكره؟ هل رح تتمكن انه تخلص فريقك من الهدف الأول بالمباراة أو لا؟ رح تكون الفرصة لمحمد قاسم لافتتاح التسجيل. حسين أبو يحيى عم يطلب للاعبين يتراجعوا، بيتقدم محمد قاسم. الله يا نمر، نمر يا تايجر، أنت يا تايجر بهالكرة، قلت لك هل رح تقدر تروح على الكرة؟ سكر الزاوية ولو ما صاب الكرة بس سكرها كليا للزاوية، منع محمد قاسم والفرصة الخطرة كتير. نمر على زيت الزاوية ومحمد قاسم بالقائم، القائم يلي لعب دور كتير مهم بإبعاد الكرة، بس نمر كان نمر بهالكرة ومحمد قاسم يا شربل خيب الأمال مع هالركلة الجزاء الضائعة. يعني فعلا كان قريب نمر لحود من التصدي للكرة لأنه اختار الزاوية الصحيحة، لكن خيار محمد قاسم بالتسديد أو تنفيذ البنالتي كان خاطئ جدا. الكرة كانت عم ترتد من القائم الأيسر والبرج ضيع فرصة افتتاح تسجيل، لكن ممكن يعود مع الكرة لمحمد جعفر. عم بمر جعفر، الكرة إلى خارج أرض الملعب، حصل على البنالتي محمد جعفر. هو الأنشط، هو الأخطر، هو أكثر لاعب عم يخترق منطقة جزاء شباب البرج. كورنر رح يكون للفريق الأصفر بالإعادة مرة جديدة. الضغط يلي عم يعمله جعفر على محمد الموسوي عم يعمل مشاكل كثير كبيرة للرقم 77.
مش أول خطأ عم يرتكبه بهالمباراة، أصبح مهزوز، أصبح متوتر، خرج من اللقاء فيه يقول، فقد تركيزه. كورنر على كل حال لفريق البرج، حمزة عبوط الظهير الأيمن عم ينتقل للجهة اليسرى لتنفيذ الكورنر. كل لاعبي شباب البرج ما عدا الصادق آدمز بالحالة الدفاعية. حمزة عبود على تنفيذ الركنية بالدقيقة 25، فرح تحمل معها أول أهداف اللقاء. الكرة مقطوعة بترجع لعند محمد جعفر رقم 10 من لمسة واحدة، مقطوعة هون من أغوستينو عم يتقدم، بتبقى مع الشباب يوسف عطريس، مقطوعة مرة جديدة من محمد قاسم. أكيد محمد قاسم رح يعمل جهد مضاعف بهالمباراة ليعوض البينالتي اللي ضيعها، كانت رح تريح كتير فريق البرج لو قدر يسجل اللاعب الفلسطيني. هيدا محمد قاسم أمامنا على الشاشة، لاعب الصفا الأنصار والنجمة السابق بموسمه الأول مع فريق البرج. حمزة عبود، علي كركي، وليد اسماعيل، محمد قاسم، حسين العوطة، محمد جعفر، إبراهيم بوحمدان، عبد عاشور، محمد مرقباوي، محمد الفعور، سارفو، اسماعيل، وتياغو، أحمد الخطيب، اختار بعد فيه أسماء كتير انضمت لفريق البرج هالموسم. يعني تقريبا فريق كامل تعاقد معه البرج ليدافع عن ألوانه. خبر واضح انه البرج ما بده يرجع الى دوري المظاليم بعد 16 سنة من الغياب. واكيد على صعيد بطولة الدرجة الثانية عدد من المباريات يلي عم يقام بهالاثناء من مباراة المبرة والحكمة والتعادل السلبي المسيطر، وايضا صاحب الارض صاحب هالملعب يلي عم يتابع عليه مباراه البرج وشباب البرج، الاهلي صيدا عم يلعب مع انصار حواره وهو متقدم 1-0. وهناك مباراه ايضا بين سبورتنج والبقاع، سبورتنج عم يتقدم بهدفين، ناصر بر الياس والاجتماع التعادل السلبي، مثله مثل الراسنج والاصلاح البرج الشمالي التعادل السلبي لا يزال مسيطر. اكيد بس يكون عندنا الفرصه رح نوافيكم اكثر واكثر بكل النتائج الخاصه ببطوله الدرجه الثانيه مع نهاية الأشواط الأولى بكل المباريات يلي ذكرتها. وكرة عرضية هون باتجاهه لتياغو بتمر عن الجميع على الخطورة، محمد جعفر شو ممكن يعمل داخل منطقة الجزاء؟ رائعة جدا من أجمل الكرات يلي شفناهم بدوري ألفا من وقت انطلاق الموسم، لأنه محمد جعفر سدد كرة قوسية بطريقة فنية، لكن الأحلى كان اللي عمله نمر رحود التايجر، رائع جدا. شي مرة شفته نمر عم بيطير؟ النمر كان عم بيطير وعم يتصدى لهالكرة. شوفوا بالإعادة مرة جديدة، رائع جدا جعفر، والأروع كان نمر لحود اللبناني المكسيكي المولد، كان متوقع نشوفه مع فريق الأنصار، لكن بالنهاية حط بالبرج أو بشباب البرج وكان عم بيطير لهالكرة، رائعة جدا محاولته للجعفر والأروع. إذن التصدي من نمر لحود، كورن جديد للبرج، الضاغط عم يضغط أكثر وأكثر مع محمد قاسم، بيلعب الكرة لداخل المنطقة، إسماعيل، إسماعيل حاليا المباراة البرج بمواجهة النمر يلي هو فعلا اسم على مسمى عم يكون بين الخشبات الثلاثة، نجم المباراة من دون منازع لحد الوقت هو يلي عم تشوفوه أمامكم على الشاشة. نمر لحود ممكن تكسب كرة القدم اللبنانية، حارس على مستوى عالي هو نمر لحود بهالتصدي الرائع للكرة الثانية على التوالي والمحاولة الثانية على التوالي للبرج. اللعب مستمر وأيضا البرج دائما بالهجوم ودائما بالخطورة مع المحاولة. علي بزي عم يحاول يرتد لشباب البرج، علي بزي شو ممكن يعمل بالوقت يلي كريست مصاب على أرض الملعب؟ علي بزي رح يحط الكرة بالخارج، افساحة بالمجال أمام معالج زميله بالإعادة مرة جديدة من دون أي مراقبة. إسماعيلة وين دفاع شباب البرج؟ يسأل دفاع شباب البرج على المحاولة الأخيرة، مش مسموح ابدا تتركوا اسماعيلة مرتاح القد، لكن نجم المباراة من دون منازع هو نمر لحود. ما معقول الطريقة يلي كان عم يتصدى فيها لكرة اسماعيلة وقبلها لكرة محمد جعفر. كريست ريمي لورونيو 74 مباراة بالدوري اللبناني، 33 هدف سجل خلالهم من خلال دفاعه طبعا عن ألوان الساحل الأنصار والتضامن صور بالموسم الماضي. رقم 9 كلاسيكي المهاجمين الأفارقة يلي طبعا عندهم الحصة الأكبر بوجودهم بدوري ألفا. طبعا الأفارقة هن اللي مسيطرين بشكل أكبر، 36 لاعب أجنبي، 29 منهم من القارة الأفريقية مقابل 3 من آسيا، 2 من أوروبا ومثلهم من أمريكا الجنوبية.
غانا متمثلة بعشر لاعبين، تسعة للسنغال. طبعا الحضور البارز ايضا عربيا للاعبين التونسيين بالدوري اللبناني، ثلاثة من تونس، لاعبين من سوريا، نيجيريا، غينيا، البرازيل والبرتغال ايضا ممثلين بلاعب واحد، وايضا كوت ديفوار حاضرة بيبقى على صعيد المدربين. اكيد نص الاندية عم تعتمد على مدربين وطنيين، مدربين محليين، وقابل ست اجانب بينهم خمسة عرب. اكيد المدرب الاجنبي الواحد والوحيد، او اربع مدربين عرب اجنبي واحد اذا فينا نقول من خارج العالم العربي، هو مدرب الصفا الالماني روبرت جاسبرت. اغوستينو، اغوستينو الساب بعيدة للخلف لعند الحمية، منه لعند الموسوي، الكرة للأمام بتجهه لأدامز، صادق أدامز إسماعيلة هو اللي عم يتولى مراقبة أسرع اللاعبين بالمباراة. صادق أدامز انطلاقاته فعلا سريعة للرقم 99، في حال لقى المساحة رح يعمل الخطر بالتأكيد على مرمى البرج اللي عم يهاجم حاليا مرة جديدة مع تياغو أمارال البرازيلي الفنان المهاري، بحاول يمر لكن أمير القصري اليوم عم يعمل مباراة العمر. إذا بتسألوني مين أكثر لاعبين لفتوا على الأنظار بشباب البرج ببداية اللقاء، بقلكن لاعبين على الصعيد الدفاعي تحديدا أمير الحصري، ومن خلفه الحارس نمر لحود يلي بفضله بالتأكيد شباب البرج بعده متعادل مع جاره لحد الوقت بنتيجة سلبية. كرة عشوائية، الربط عم يكون عنده مشكلة كثير كبيرة في شباب البرج. حسين إبراهيم الصعوق لاعب الأنصار السابق، منه لتياغو أمارال، أمارال على الجهة اليمنى لحسين العوطة المتقدم، أيضا العوطة جميلة جدا على خط الملعب موجود، والتدخل من جديد من أمير الحصري وكلاوديو معلوف، أيضا كلاوديو بمنتصف الملعب بوظيفة لاعب الارتكاز وتكسير الهجمات، هيدا دوره الأساسي رح يكون لكلاوديو معلوف. لكن مشكلة شباب البرج واضحة، ما عم يقدر يخرج من ضغط البرج، ما عم يقدر يخرج إلى وسط الملعب لبناء العمليات ولتمويل المهاجمين أدامز وكريستريمي. حسين إبراهيم من جديد لمحمد قاسم، إسماعيلة، وليد إسماعيل، هالمرة تمريرة وليد إسماعيل مبطوسة لمحمد جعفر لأنه محمد الموسى عم يقطعها مش لوقت طويل. محمد قاسم من جديد بوسط الملعب، يعني اللي بيميز فريق البرج بوسط الملعب عنده ثلاث لاعبين بمرروا بشكل ممتاز، عم بحكي عن حسين ابراهيم، محمد قاسم، واكيد تياغو امارال. هيدا محمد جعفر رح يلعب الكره العرضيه بقدمه اليسرى، هو حلو كثير، حلو كثير كانت كرته على العرضيه لمحمد جعفر، والخطوره هالمره عبر تياغو امارال. لكن ايضا الدفاع، دفاع شباب البرج والحارس نمر لحود كانوا حاضرين على الكره الاخيره. مباراة ما بتنقصها غير الأهداف، مع حمزة عبود بيلعب الكرة لأمام ستيفن سارفو بيحولها بالرأس، سارفو يلي برز أيضا بكأس التحدي مع البرج. محمد جعفر، محمد جعفر منه لوليد إسماعيل هالمرة، الكرة العرضية من وليد إلى خارج أرض الملعب، غريب كيف راحت الكرة مباشرة إلى خارج أرض الملعب من وليد إسماعيل. هل هي أرضية الملعب بمكان ما أثرت عليه؟ رح تشوفوا بالإعادة مرة جديدة كرته لمحمد جعفر غيرت اتجاهه وغيرت مسار، يعني تياغو أمارال حاول يحولها مباشرة إلى شباك نمر لحود. الكرة عم تتنفذ، مقطوعة من جديد تبقى مع شباب البرج. يعني طبعا 34 دقيقة مرت ما حسينا بالوقت فارس، المباراة من الناحية الهجومية حاضرة تحديدا من ناحية فريق البرج، فعلا بينقصها فقط هدف لتتغير الأمور وتصير المباراة حماسية بشكل أكبر. وأكيد كن عم نشوف ردة فعل من شباب البرج يلي بعد ما كشف عن وجهه الهجومي، لأنه حارس مرمى البرج عبد الكريم صالح بحكم المتفرج على هالمباراة
فريق البرج افضل من بدايه المباراه، هذه امور واضحه. يعني نمر لحود لهلا عم بيقوم بدور البطل بدور التايجر بهاللقاء، عم بيقدر يخلص فريقه من عده اهداف، مش بس هدف وحيد. بينما فريق شباب البرج من الناحيه الهجوميه ما عم بيقوم بدوره مثل ما لازم، ما عم نشوف ولا فرصه خطره على مرمى الحارس عبد الكريم صالح. السؤال الى متى رح يبقى صامد فريق شباب البرج قدام هجمات فريق البرج بهاللقاء، قدام المد الاصفر يلي عم بيكون هيدي في حاله تسلل بهالوقت عم بتكون على فريق البرج حاله تسلل. الحكم دغري هشام انصو بيرفع رايته ليعلن عن هالشيء. فريق شباب البرج ما عم بيقدروا يظهروا من المنطقه يلي هن موجودين فيها، البريسنج عم بيكون كبير من لاعبين فريق البرج مع خطا واضح هون عم بيكون من حسين ابراهيم. هيدي حاله تسلل يلي احتسبها حكم المباراه. كره من اغوستينو اماميه عاليه لصادق ادم، صادق ما راح يقدر يلحق الكره لان وليد اسماعيل اسرع، وليد اسماعيل اقرب، وليد اسماعيل بيقدر يوصلها بسهوله. حسين ابراهيم بيلعب الكره لعند حمزه عبود كره عاليه لستيفن سارفو، ما زالت الكره مع فريق البرج على الجهه اليمنى، محاولات من تياغو بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء، وبالنهايه مواجهه جديده عم بتكون بهالوقت بين محمد الموسوي ومحمد جعفر. محمد جعفر يلي بيترك الكرة لخارج الملعب ليربح رمية تميس مع محمد جعفر يلي عم بيترك تنفيذها لوليد اسماعيل تحت انظار جمهور البرج يلي عم بيكون قريب كتير من خط هجوم البرج على ميلتهم، ومحاولة كمان لافتتاح التسجيل. عملية تحمية عم بتكون من البرج ومن شباب البرج. ما بعرف اذا رح يكون في تبديل بالشوط الاول، 36 دقيقة على بداية المباراة. تياغو بحول الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة حلوة كثير كانت هالتسديدة، حلوة فرصة وتسديدة كانت بهالوقت من العوطة، حسين العوطة لاعب الصفا السابق، حسين العوطة يلي سدد كرة دبل كيك بس كانت بعيدة عن المرمى، ما شكلت خطورة أبدا على مرمى فريق شباب البرج. المحاولة حلوة بس تنفيذها ما كان بالنهاية مثل ما لازم. علي بزي والكرة هون ضياع تام بصفوف فريق شباب البرج. تياغو لمحمد قاسم، محمد قاسم لحسين إبراهيم، حسين إبراهيم لحمزة عبود على الجهة اليمنى، حمزة عبود برجع الكرة لعند الصعوك، ترجع كمان مرة حسين إبراهيم، تياغو بده يسدد، مشهور بتسديداته، وقت يلاقي المرمى فاتح قدامه، الطريق مفتوحة مشرعة قدامه بيسدد. هذا الشيء اللي صار هلا، بصيب ما بصيب مش هون. إبراهيم عيتاني المدير الفني لفريق شباب البرج، إبراهيم عيتاني من المدربين مش بس القادرين، من المدربين محترمين جدا. إبراهيم عيتاني وإلى جنبه كمان حسين حمدان. المواجهة شو راح يكون عنده إبراهيم عيتاني ليخبر فريقه بالنسبة للشوط الثاني يلي أكيد منه راضي عن أدائه. رامي تميس مطالبة كان لوليد إسماعيل بخطأ على كريس ريمي، الحكم بيقول ما في شيء أبدا. رامي تميس بتنفس الكرة على الجهة اليمنى، فرصة لفريق شباب البرج إذا قدر كريس ريمي ينفذها مثل ما لازم. إسماعيل أنتيري ممنوع، واقف بالمكان المناسب لمحمد قاسم، محمد قاسم بيلعب الكرة لمحمد جعفر يلي بيخسرها، بتروح لعند أغوستينو بمرر الكرة حلوة كتير، فرصة لفريق شباب البرج بده ينتبهوا كتير منيح. فريق البرج ما في خطأ، ما في شيء أبدا. علي بزي ما راح تقدر تقطع أبدا، لعبين عليك يا علي بزي، تنتقل سريعة مباراة ما فيها أبدا ملل، فيها فرص كتير، فيها ركلة جزاء ضائعة لهلا يلي انضم لنا بهالوقت. هو فريق البرج اللي أضاع ركلة الجزاء سددها بالقائم ولخارج الملعب محمد قاسم. ستيفن سارفو من اللاعبين يلي بيعرفوا طريق المرمى كتير منيح. وليد اسماعيل لمحمد قاسم، محمد قاسم بده يجرب ينسي جمهور البرج ركلة الجزاء يلي ضاعت وبتصير وين ما كان ومع أفضل اللاعبين العالميين، ركلة الجزاء بتضيع بس المهم تقدر تعوض البنالتي الضايعة. محمد قاسم
بغير اتجاه الكره ناحيه اليمين لعند حمزه عبود. حمزه عبود اماميه للعوطه، العوطه بيلعب الكره مع حمزه عبود، ترجع للعوطه، العوطه على الجهه اليمنى بيكسر الكره بده يرجع لتياجو، وهذا الشيء اللي واضح وهذا الشيء اللي بصير. تياجو منه لحسين ابراهيم، الضغط البرجاوي والدفاع من شباب البرج، كره للداخل منطقه الجزاء، الموسوي بيبعدها بالوقت المناسب لعند صادق ادمز، تنتقل سريع الكره مع صادق ادمز اللاعب الغاني يلي عم بخوض موسمه الاول بلبنان، بغير اتجاه الكره ناحيه اليسار لامير الحصري. امير 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 شو بده يعمل؟ لمين بده يمرر؟ بده حدا حده، ما بيلاقي الا اغوستينو. اغوستينو تمريراته ممتازه اغوستينو، الكره لمين؟ بالنهايه بين ايدين حارس مرمى البرج عبد الكريم صالح يلي كان عم يلعب دور اذا بدكم المتفرج لهلا باول 40 دقيقه من عمر المباراه. حمزه عبود لتياجو، تياجو بيخسر الكره، تعليمات واضحه، اي لاعب بده ياخذ الكره بده يمشي الكره بده يكون عليه لاعب ثاني، ممنوع حدا يتحرك بالملعب، وهذا الشيء بيتطلب اكيد جهد كبير وبيتطلب لياقه بدنيه عاليه لتقدر تمشي بهالشيء وتنفذ الخطه يلي حاططها المدير الفني، بدك تتمتع بلياقه بدنيه عاليه كثير، وهذا الشيء يلي مبين لهلا بصفوف الفريقين. صادق ادمز عم بفتش على الكره، وين الكره؟ ما عم بيلاقي الكره، واسماعيل انتيري على ارض الملعب مصاب. جمهور البرج يلي عم نشوفهم قدامنا، جمهور البرج، الجمهور الكبير، الجمهور الاصفر يلي رح يكون مزين الملاعب هالموسم بانتظار استكمال المباراه. والملفت شربي لهالموسم الجنس اللطيف والعنصر النسائي يلي عم بيكون اكثر المواسم هالموسم موجودين بعالم كره القدم. وايضا الرسائل يلي عم يتركها الجمهور باليومين الاخيرين عم تتناول اكيد موضوع بعيدا من كره القدم، يمكن هو حديث الساعه الوضع العام بلبنان. على كل حال على امل انه الامور تكون عم تمشي بالطريق الصحيح ان كان على صعيد كره القدم اللبنانيه او على صعيد البلد بشكل عام. اسماعيل انتيري راح يخرج، هو يلي راح يمشي لكن الى خارج ارض الملعب لاستكمال العلاج. اصطدام كان قوي جدا مع صادق ادمز. اسماعيل انتيري اذا عم بيغادر، توصل لمدربي الفريقين اللي يحكوا كلمتين مع لاعبينه قبل استئناف اللعب وقبل ثلاث دقائق فقط على نهايه الشوط الاول من المباراه. فعلا ما حسينا بالوقت، ايقاع المباراه كان سريع الى حد ما، لكن فقط الشوط الاول بينقصوا الاهداف تحديدا من ناحيه الفريق المسيطر الافضل على ارض الملعب هو فريق البرج. هون الكره عم تتحرك واللاعب عم يمشي على وقع اعتراضات لاعبي شباب البرج بعد ما حرك البرج الكره بشكل سريع. ممكن نشوف هدف اول بالمباراه، ما راح نشوف هدف اول بالمباراه لانه النمر موجود، ما حدا في يوصل لمرمى النمر عندما يكون هو عم يحرسه. خطير جدا عم بيكون البرج، لكن لوحده النمر عم يقدر يواجه 10 لاعبين باللون الاصفر على ارض الملعب، وعم يسمح لفريقه للانطلاق من جديد بالهجمه. بتنقطع من محمد قاسم للامام المرة ستيفن سارف، وهو اللي كان قلب الفرصه الاخيره بحثا عن هدفه الثامن بالملاعب اللبنانيه. 7 اهداف بالموسم الماضي مع تضامن صور للاعب الكاني اللي عم يلعب هالكره للامام بالاعاده مره جديده. كرته ممتازه كانت لحمزه عبود بظهره لعلاء حميه، مرت وستيفن سارفو. يا سلام يا نمر لحود، يا سلام حارس مرمى سيلايا المكسيكي السابق 24 سنه، ممكن يكون اضافه جديده مثل ما ذكرت لكره القدم اللبنانيه مع الحراس القادمين من الخارج. يعني بالفترة الأخيرة أبرز الحراس يلي إجوا إلى الفوتبول اللبناني كانوا مؤسسين بالخارج. طبعا عم بحكي عن الجبل مهدي خليل، عن هادي خليل شقيقه، عن هادي مرتضى حارس مرمى التضامن الصور، عن عباس حسن حارس مرمى النجم الحالي يلي أيضا دفع عن ألوان المنتخب الوطني. وقبله أيضا تميز حارس قادم من الخارج كان لاري مهنا القادم من فرنسا يلي لعب مع الانصار لفتره طويله وايضا دفع عن الوان المنتخب الوطني. مين بيعرف انه نمر لحود ينضم للحراس وايضا نقدر نستفيد منه على صعيد المنتخب؟ فبنهايه الامر منتخبنا هو الاهم، ومنتخبنا هو وجهه الفوتبول اللبناني وهو نتاج عمل الانديه. مع كره ملعوبه من العوطه هون العرضيه مقطوعه من الحميه بتروح باتجاه يوسف عتريس الرقم 10
بيلعب الكرة للأمام، ما في أي تسلل هون. صادق أدمز عم يهرب، كريستيامي إلى جانبه، لكن في تسلل، لا في تسلل، في تسلل. الحكم حسن أنسو ترك الكرة ليشوف مين رح يتداخل فيها. أحمد الخطيب يلي كان دخل إلى أرض الملعب، ذكر مرة جديدة مكان عبد الفتاح عاشور قبل المباراة أكيد مع الرأسية لسارفو، كان دخل إلى أرض الملعب مكان عبد الفتاح عاشور بالحسابات الأساسية قبل بداية المباراة. على ما يبدو عبد عاشور كان أصيب خلال التحمية، وبالتالي أحمد الخطيب أخذ مكان أساسي إلى جانب إسماعيل أنتيري بالتشكيلة البرجية. هذه كرة لتياغو أمارال مرة جديدة، وصرفه فوق محمد الموسوي، يعني كل الكرات عم يحاولوا يصنعوا خطورتها فريق البرج عبر طرفي الملعب مع وليد إسماعيل مجددا على الطرف الأيسر. وليد بحاول يلعب الكرة الأمامية على تريس المرة بشكل ممتاز، عم بيقوم بعملية التغطية. جعفر، محمد جعفر لوليد إسماعيل، بيلعب الكرة العرضية، وليد مقطوعة بتنتقل على الجهة اليمنى لعند حمزة عبود. حمزة بيلعب الكرة لداخل المنطقة، ستيفن سارفو كان أمام فرصة أيضا، لو أصاب الكرة كان أمام فرصة حقيقية لافتتاح تسجيل مع دقيقتين من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. رفعنا الحكم الرابع أحمد صعيفين امبارح بافتتاح المرحلة الإخاء، كان عم يفوز بطرابلس بهدفين نظيفين، بينما النجمي كان عم يحقق أيضا فوز جديد، فوز لافت بنتيجة 2-1 على التضامسور، فوز صعب لكن كان مثير بنهاية المباراة. النجمي بالتخصص بالوقت المحتسب بدل عن ضائع عبر قاسم الزين كان عم يسجل هدف الفوز. هون في خطأ، ما في خطأ عم يقول الحكم حسين أبو يحيى على وقع اعتراضات من شباب البرج والهجمة المرتدة من الجهة المقابلة. صارفو الكنترول ممتاز من رقم 12 ستيفن صارفو، ستيفن صارفو، ستيفن صارفو ما بمر على الحمية، لكن الكرة بتبقى مع المهاجم الغاني. في خطأ هالمرة، في خطأ إنما بالجهة المقابلة. الاعتراضات كبيرة على أرض الملعب من قبل شباب البرج على الخطأ غير المحتسب برأيهم لمصلحتهم، رح تشوفوه أكيد بالإعادة الحالي. هون علي بزدي كان عم يمر عن وليد إسماعيل وعم يسقط على أرض الملعب. الاحتكاك كان موجود بصراحة، بتقدروا تتأكدوا هون الاحتكاك كان موجود فعلا. يعني برأيي كان شباب البرج بيستحق خطأ، الأمور كانت واضحة. علاء حمية قائد شباب البرج مصاب على أرض الملعب، الوقت المحتسب بدل عن ضائع انتهى. أكيد رح يسمع حسين أبو يحيى للبرج بتنفيذ الركلة الحرة يلي ممكن تكون آخر الكرات بالشوط الأول من هالمباراة. الإعادة مرة جديدة، صارفو شوف كيف بيحمي كرته ستيفن صارفو، ممتاز جدا اللاعب. 7 أهداف مثل ما ذكرت بالموسم الماضي، بموسمه الأول مع تضامسور لاعب بيكروم تشيلسي السابق. طبعا الفريق الغاني المعروف يلي أيضا لعب له بالمناسبة الصادق أدمز. حمزة عبود مثل العادة بالتخصص الكرات الثابتة، هو بينفذها دائما. رقم 23 نمر لحود عم بيوجه زملائه. حمزة عبود، حمزة بيتقدم بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. وين الرأسية؟ الرأسية الشبابية وأيضا الكرة العرضية. هون كيف في تسلل على ستيفن سارفو يلي ترك الكرة إلى خارج أرض الملعب. أكيد إنه هيدي الكرة الأخيرة بالشوط الأول يلي رح ينتهي بنتيجة سلبية مثل ما عم تشوفوا أمامكم إلى يسار الشاشة مشاهدينا. مباراة بصراحة في يقول عنها مباراة جيدة تحديدا من طرف فريق البرج، وأكيد بنأمل إنه الشوط الثاني يكون أفضل، لأنه بهاللحظات حسين أبو يحيى عم ينهي الشوط الأول بصفرته. تعادل سلبي إذن بديربي برج البراجنة بين البرج وشباب البرج. مشاهدينا بذكر محمد قاسم كان أهدر بينالتي اللي عم نشوفه على الشاشة، طبعا محمد قاسم أمامنا كان أهدر بينالتي لفريق البرج اللي كثير أكيد بينتظرنا بالشوط الثاني. ما تروحوا لبعيد، فاصل إعلاني ومنتابع مباشرة مأن المباشر من ملعب صيدا البلدي.
عودة لكم مشاهدينا، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين البرج وشباب البرج. الشوط الأول كان الأفضلية لشباب البرج يلي قدر أنه يصنع أكثر من فرصة وأضاع أكثر من فرصة، أبرزهم ضربة الجزاء يلي أضاعها اللاعب محمد قاسم. بالمقابل شباب البرج ما كان يعني بالخصم السهل، قدر يعني شكل بعض الخطورة على مرمى البرج، ولكن بشكل عام البرج تسيد الشوط الأول. أنا برأيي أضاع الفوز بالمباراة من خلال الفرص اللي أضاعها. على كل الأحوال الشوط الثاني هو شوط المدربين، شو مخبي محمد الدقة وإبراهيم عيتاني للشوط الثاني؟ ما نحكي مع الكابتن جمال، أول شيء حنحكي عن سياق الشوط الأول. الشوط الأول كان تقريبا البرج هو كل شيء بالمباراة، أضاع أربع فرص أو خمس فرص أهداف محققة، من بيناتها ضربة الجزاء اللي أضاع اللاعب محمد قاسم. واضح أنه هناك أفضلية يعني شبه مطلقة للبرج على شباب البرج. بالمقابل شباب البرج قدر يشكل بعض الخطورة، ولكن ما وصلت للحد أنه فينا نقول عنا فرصة. ليك رشيد، بالرسم التكتيكي واضح أنه البرج عم يلعب 4-2-3-1، طريقة يعني معروفة عند الفريق. نوعية اللاعبين عنده عالية، في أسماء بالفريق، إن كان بكل الخطوط من الدفاع للوسط للهجوم، بتحس في توازن بين قوة خط الدفاع مع الوسط مع الهجوم. صحيح. بعكس فريق شباب البرج اللي بتلاقي في قوة بالوسط وبالهجوم مقابل ضعف كامل بالدفاع. ما في توازن تحديداً الظهير الأيمن. هلأ لتواجه شباب البرج، ليواجه فريق البرج القوي اللي قلنا انه عنده، هلعب بالنظام بشكل 4-4-2، الاربعه ثلاثه بنص الملعب، علي بيكمل الدياموند، علي بزي خلف المهاجمين الاجنبيين. انا برايي الشكل صح والوقفه صح، لكنه وممكن بهذا الشكل ممكن باي لحظه تضرب دفاعات البرج. لكنه الشيء اللي اسعف فريق شباب البرج، اول شيء المهاره الفرديه للاعبين طول البرج اعلى. الشغله الثانيه سوء خط دفاع شباب البرج والحالة المعنوية المهزوزة اللي ظهر فيها خط الدفاع، وخاصة من الميلة اليمنى اللي عند محمد الموسى واللي محمد جعفر تسبب فيها مضربة جزاء، وعادت يعني تبادل جعفر وصارفوا اللعب بهذا المركز وقدروا يصنعوا الخطر، اللي خلى شباب البرج يوقع بهذا الأزمة. إنه حاول فريق شباب البرج انه الخط الدفاع هذا اللي بحالة معنوية او فنية منه جاهزة، انه هو يكون عم يبني اللعب من الخلف، حاول انه يبني اللعب من الخلف، وبالتالي ضغط مهاجمين البرج عليهم بخليهم ما يبنوا الهجمه صح، وبالتالي بعض الاحيان عم يقطعها ويروح يشكل خطر عليهم. هون بنظام ال 4-4-2 بهالوضعيه للمدافعين، مفروض فريق شباب البرج ما عادش عنده حل الا شو يلعب الكرات الطويله للمهاجمين اللي ممكن هيدي بقى شو بدها كرات ارسال كرات صحيحه، بدها الكره الثانيه ان كان دفاعا ولا هجوما عم تسقط من المهاجمين يكون بدها مسانده من اللاعبين الوسط، وهذا الامر ما تم لانه صار في تعب ذهني وبدني للاعيبه الشباب البرج مع الوقت لحتى عودوا يروحوا لحقوا الفريق. بطل في ترابط، هذا ما خلى الفريق بطل في ترابط، صار في مهاجمين معزولين. هذا دليل انه علي بزه ببدايه المباراه كان عم يلعب ورا المهاجمين، شفناه بنهايه الشوط الاول عم يرجع كثير للخلف وعم يكون سنتر هاف رابع او لاعب خط وسط رابع، يعني بعد الخطوط فكفك فريق شباب البرج. يعني لنسند هذه الافكار بالصور، بركي جورج بمرقنا الفرص، فرص نادي شباب البرج واللي ساعد انه شباب انه البرج بده يسجل. يعني ما ممكن هيك فرص بهيك مباراه بالشوط الاول انك تضيعها. يعني المفروض كمان التالق للحارس نمر حلود، نمر حلود ما بننكر، لكنه كمان المفروض المهاجمين صح ضربه جزاء، يعني في ضربه جزاء في فرص سهله المفروض فريق البرج كان يترجمها لفرص، لانه ما بتعرف. برجع بقول لك بشكل فريق شباب البرج اي كره عم يلعب قادر يضرب دفاع البرج، اي كره ممكن ينسل ويسجل. يعني هدف. البرج ما لازم يطمن على الاداء، اوكي قدم اداء جيد، هذا الاداء ضيع ترجم لنتيجه، ضيع الكثير من الفرص، ولكن الشوط الثاني نادي البرج ليس بمأمن من خلينا نقول من لدغة شباب طبعاً البرج. طبعا 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 لا طيب. شك شباب هون البرج. هون شو على محمد الدقة وابراهيم عيتاني انه يعملوا بين الشوطين هلا بغرف الملابس؟ شو لازم محمد الدقة يحكي مع لعيبته؟ اذا لو انت مدرب مكان محمد الدقة، شو بتحكي مع لعيبتك في ظل السيناريو يلي صار بالشوط الاول؟ اول شيء طالما انا متفوق فنيا تكتيكيا وعم بصنع العديد من الفرص، يعني كمدرب اللي عمل علي عملته لازم هلا زيد. اول شيء
إضاعة الفرص هي نتيجة تسرع عند اللاعبين أو حالة معنوية ذهنية، لازم أعطيهم الثقة بالنفس وأقول لهم يصبروا ويتصرفوا بشكل سليم، ما أضغط عليهم وحاول كمان زيد عدد الفرص وسهل الفرص. كيف هيدا؟ بنجاعة هجومية أكبر. أنا برأيي تياغو تياغو لازم يكون أكثر قرباً من سارفو او من المهاجمين. ما تم استغلاله بالطريقه المناسبه بالشوط الاول برايك تياغو؟ سارفو تياغو هو ما ساند بشكل مطلوب. عم نشوف العوطه بعيد وعم نشوف تياغو بعيد، الناحيه الهجوميه عم تكون سارفو ومحمد جعفر اكثر. صحيح، فالعوطه لازم يكون له دور، وكمان تياغو بنفس الوقت لازم يكون له دور لحتى الزياده العدديه والكثافه الهجوميه حتى تقدر تصنع فرص اكثر واسهل، طالما انك انت عم تقدر بالكرات الطويله عم تختصر خط وسط الشباب البرج، فلازم يكون المساندة من اللاعبين الوسط خاصة تياغو للمهاجمين ليعمل زيادة عددية ويسهل الفول. هيدا من ناحية البرج، من ناحية شباب البرج كمان في ظل السيناريو الشوط الأول كان مضغوط نادي شباب البرج، حارسه وأنقذوا يعني من ورطة كبيرة من عدة أهداف، برأيك إبراهيم عتيني شو لازم يحكي مع لاعبينه بين الشوطين؟ كمان يعني شفنا أنه صار فيه كتير صريخ بعض الأخطاء اللي ارتكبها المدافعين، لازم يهدوا شوي يحكي مع لعيبته يهدوا شوي، بده يحاول أما يلعب مثل ما لعب بالخمس دقائق الأولى واللي كان شكله فيها كتير منيح فريق البرج، ويكون علي بزي ورا المهاجمين ويهدى ويلعب دايموند اللي حكيت عنه دايموند الرباعي دايموند ومثلث مع المهاجمين، يا أما يكون هيك يبلش مثل ما لعب يا أما بده يحاول انه يلعب الكرات الطويله وما يكون مدروسه ومعروفه، ولاعبين الوسط عارفين انه احنا حنرسم كرات طويله ويروحوا بسرعه مع المهاجمين للكره الثانيه ليطلع الفريق يكون دائما مواكب بالهجوم وبالدفاع. في مساحات كثيره عم يعملها فريق شباب البرج، هذه المساحات والتباعد عدم الربط هي مشكله اساس بفريق شباب البرج. على كل الاحوال هذه المباراه بالشوط الاول كانت حقيقه ممتعه، فيها الكثير من الفرص، فيها الكثير من الحماس، كمان حماس جماهيري على المدرجات. أنا رأيي هذه المباراة ربما تحمل في طياتها بعض المفاجآت، أنا رأيي هيك يعني ربما شباب البرج قادر يعمل مفاجأة، ممكن قادر يعمل في ظل عدم التوفيق بدك الكبير. تاخذ موضوع البدني، بدك تاخذ موضوع البدلاء الموجودين عند الفريقان، بعتقد عند فريق بتصور البرج. عند البرج يعني البنج أتقل ايه طبعا يعني عندك تواجد على المستوى الهجومي، في عندك حسين بوحمدان وعندك العكاري المرقباوي، محمد المرقباوي ممكن يقوم بشغل على مستوى المهاره الفرديه، ممكن اخر نص ساعه ممكن يكون مفيد لانه سرعه ومهاره، ممكن يروح محمد جعفر على اليمين ومحمد على كل الاحوال عشان. خلينا نحن نشوف الشوط الثاني بعد المباراه بنرجع بنحلل شو صار خلال هذه المباراه، نتمنى الفوز لمن يستحق. صحيح. مشاهدينا منعود لغرفة التعليق مع زميلينا شرب الكريم وفارس كرم. عودة نحن وياكم لبداية الشوط الثاني من هالمباراة، فريق البرج اللي عم بيهاجم من اليسار إلى اليمين، والبرج اللي كان أفضل بالشوط الأول، الشوط الأول خلص بدنا ننسيه، بدنا نحطه ورانا وبدنا نطلع بالشوط الثاني طالما النتيجة ما تغيرت بعد التعادل السلبي بين الفريقين. 45 دقيقة قدام البرج و45 دقيقة قدام شباب البرج لهالشوط الثاني، هل رح يتابع فريق البرج مثل ما كان بالشوط الأول؟ الفرص كانت له كلها وركلة جزاء كانت ضائعة، أو فريق شباب البرج مخبين لشيء بالشوط الثاني، فرصة أمامية والعوطة داخل منطقة الجزاء دغري بتنقطع الكرة من كلاوديو معلوف اللي بيلعب الكرة لعلي بزي بيخسرها، علي بزي ترجع سريعة مع فريق البرج حاليا حمزة عبود وسوء تفاهم بينه وبين العوطة، الكرة بتروح لخارج الملعب ركلة مرمى لصالح فريق شباب البرج. نشم الشوط الأول ومن دون منازع كان حارس مرمى فريق شباب البرج نمر لحوت يلي كان نجم الشوط الأول وقدر يخلص فريقه من أكثر من هدف. الفريقين اللي بيتمرنوا على نفس الملعب، ملعب وقف برج براجني، اثنيناتهم بنفس الملعب بنفس المنطقة بنفس الشارع بنفس البنية وحتى بنفس البيت، كرة أمامية بس في تسلل ما راح يكون ابدا فرصه لفريق شباب البرج لانه مع حاله تسلل الحكم هشام انصو بيرفع رايته ليعلن عن حاله تسلل، وكره حاليا مع فريق البرج اللي ما شفنا حارس مرمي عبد الكريم صالح بالشوط الاول، هيدا محمد دقه اللي كان بادئ قدامنا على الشاشه، تسلل كان على علي بزي، الامور يعني سهله كثير، معقول هجمه مرتده، معقول كره صغيره وخطا صغير يكلف اي فريق هدف، لسبب بده ينتبهوا اثنيناتهم. وحسين ابو يحيى اللي عم بيعطي تعليماته الرجل الجليدي
وكل لاعبي شباب البرج والبرج بلشوا يقوموا ليأدوا عملية التحمية، لأنه ببلش هون إبراهيم عيتاني ومحمد الدقا يفكروا بالتبديلات بالنسبة للشوط الثاني. حمزة عبود بيلعب الكرة لصارفو، صارفو كان عنده محاولات خطرة كتير بالشوط الأول، بس هالمحاولات كلها بقت بالفشل من دون ما يقدر يسجل أو يهز الشباك. رمي تماس جديدة مع حمزة عبود يلي رح يلعب الكرة الطويلة أمامية لداخل منطقة الجزاء. خمس لاعبين من فريق البرج داخل المنطقة، اثنين على حدود المنطقة، يعني سبع لاعبين عم بيهاجموا، وكرة هون ما زالت موجودة مع البرج مع حمزة عبود. حمزة عبود بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، بيبعدها نمر لحود، وفرصة خطرة كتير، والخطورة موجودة والتهديد بالشوط الثاني مبلش مع فريق البرج. حلو كتير كانت هالكرة ذكية من علاء حمية كابتن الفريق، يلي بتنقطع الكرة سريعة بترجع لفريق البرج. البرج أفضل، البرج عم بيضغط، البرج مبلش الشوط الثاني تصميم أكبر من الشوط الأول لافتتاح تسجيل، ما بده يوقع بأخطاء الشوط الأول يلي صارت معه. حمزة عبود بيبعد الكرة هون، ونمر لحود بيبعدها بالبوكس، الخطورة موجودة والتسديد موجود. أغوستينو يلي جرب هون يشتت الكرة ويبعدها بالوقت المناسب، يعني خط وسط فريق شباب البرج ما عم بيقوم بدوره مثل وسط فريق البرج. كرة حاليا على الجهة اليمنى بتروح بهالوقت لعند أغوستينو، أغوستينو للصادق، صادق أدمز أمامية، علي بزي، علي بزي بيسدد ومطالبة بلمسة يد، مطالبة بلمسة يد. حسين أبو يحيى بيقول ما في شيء، العاب بيكمل الكرة بتوصل لستيفن سارفو. ستيفن سارفو لاعب الخطير، لاعب الغاني، مع كرة لداخل منطقة الجزاء. حسين أبو يحيى بيرجع على علي بزي، ممنوع ممنوع تعترض، ممنوع تحكي، وإلا البطاقة رح تكون موجودة. من ناحية فريق البرش أربع لاعبين معهم بطاقة صفرة من المباراة السابقة، هن وليد إسماعيل، إسماعيل أنتيري، محمد قاسم، وستيفن سارفو. بينما من ناحية فريق شباب البرش كلاوديو معلوف بس يلي موجود اليوم، وحسين فحص الغائب بسبب الإصابة، كان معه بطاقة صفرة من المباراة السابقة، وبغيب أيضا مالك الموسوي يلي كان تعرض لإصابة قبل انطلاق الدوري، ومثل ما عرفنا أنه ابتداء من نهار التنين رح يرجع لتمارين الفريق. تنتقل سريعة لفريق شباب البرج، ما عم بتضاين الكرة أبدا أبدا. كريس ريمي على آخر حاجز رح يوقف، وبآخر حاجز ما رح يقطع أبدا. ترجع بترتد مع دفاع فريق البرج، الخطيب يلي جرب هون يمرر الكرة، الخطر دايما موجود من فريق شباب البرج. وكلاوديو معلوف، كلاوديو معلوف يلي عم يرتكب الخطأ بمنتصف الملعب، يعني بداية نارية شربيل من الفريقين، الفريقين بدون ثلاث نقاط، ولو البرج عم بيكون نوعا ما أثبت من الناحية الهجومية. وأكيد بانتظار أنه المدربين إبراهيم عيتاني ومحمد الدقا يلعبوا أوراقهم بالشوط الثاني لنشوف مين ممكن تتغير تشكيلته وتتغير صورته ويغير معه نتيجة المباراة السلبية بالنتيجة. مع كلاوديو معلوف، كرة على الجهة اليسرى عند أمير الحصري، واحد من أبرز لاعبي الشوط الأول من ناحية دفاعية عند شباب البرج. كلاوديو مرة جديدة لأغوستينو سا، اللاعب البرتغالي بينقلها مباشرة إلى الجهة اليمنى لعند محمد الموسى، وعم يطلبها يوسف عتريس. الموسى هو اللي عم يتقدم، رح يلعب الكرة العرضية بالفعل، الكرة العرضية لداخل المنطقة، صادق أدمز بتوصل له، والتسديدة هون عم بتكون من علي بزي، التسديدة قوية جدا كانت من علي بزي، عم ترتد من حمزة عبود، كل السلامات لحمزة، كرة قوية فعلا كانت من مسافة قريبة. بالإعادة مرة جديدة هالكرة كيف مرت، وهون تسديدة علي بزي بظهره لحمزة عبود. بالمناسبة يعني بعد تأكد عبد عاشور خلال فترة تحمي شعر بأوجاع بالظهر، وكرمال هيك تم سحبه من التشكيل الأساسية، ودخل أحمد الخطيب إلى جانب إسماعيل أنتيري. حمزة عبود رح يقدر يتابع، والبرج الشباب البرج عنده كورنر حاليا مع علي بزي، بيلعب الكرة خطيرة جدا، خطيرة جدا هالكرة الرأسية، هذه فينا نقول أقرب كرة كانت لشباب البرج باتجاه مرمى فريق البرج. إبراهيم عيتاني عم يعطي تعليماته إلى لاعبينه. بالإعادة مرة جديدة الكرة كيف طلعت هون، الرأسية اللي كانت موجودة
وعملت الخطورة من أغوستينو تحديدا لوسط الملعب. تياغو مقطوعة مرة جديدة، راح نشوف نفس السيناريو الشوط الأول، هجوم برجي ودفاع من الشباب. كرة عم يسيطر عليها الصادق أدمز، صادق بيحاول ينطلق، صادق أدمز يلي سبق وتحدثت عنه، اللاعب يلي عم تشوفه أمامنا على الشاشة كان بدأ مسيرته أيضا من إسبانيا لكن مع أتلتيكو مدريد بي، مشاركاته حتى كانت أكثر من أغوستينو سا، بعد لعب مع فويفودينا بصربيا وانتقل إلى تونس ليلعب مع النجم الساحلي الشهير، من بعدها إلى الأنصار السعودي وبكر وتشيلسي الغاني، وأيضا لعب بصحم العماني ومع فريق تورك أوكاجي بقبرص التركية، وإلى الفريق الشهير أشانتي كوتوكو بغانا قبل انتقاله إلى شباب البرج، يعني لاعب على صعيد التنقلات وأيضا على صعيد التجارب الخارجية والخبرة الدولية اللي جمعها، كونه لعب مع منتخبات غانا تحت ال 17 تحت ال 20 تحت ال 23 وأيضا لعب مع المنتخب الأول مباراتين رسميتين، واحدة منهم سجل بمرمى بوركينا فاسو خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2018 مع تياغو أمرال، هو عم يطلع على الجهة اليسرى، تياغو بيلعب العرضية الأرضية ما بتمر بصراحة، هيدي يا تياغو مستحيل تمر بظل الكثافة العددية الدفاعية لشباب البرج. محمد جعفر هو اللي عم يلعب الكرة لداخل منطقة الجزاء، مجددا نمر لحود عم يتدخل، علي بزة عم يقطعها مرة جديدة، صادق آدمز يعتمد أكيد شباب البرج على انطلاقاته بالكرة، طبعا صادق آدمز يلي مثل ما ذكرت أيضا لعب كأس العالم تحت ال 17 سنة وسجل خلالها أربع أهداف. التبديل أصبح جاهز، التبديل الأول من ناحية شباب البرج، أحمد عباد هو يلي رح يدخل إلى أرض الملعب بدلا من الرقم 10 يوسف عتريس. يوسف عتريس إذن عم يترك مكانه لأحمد عبيد بالوقت يلي الكرة من شباب البرج، أفضل شباب البرج على صعيد التحرك على صعيد الجرأة والشجاعة بالانطلاق إلى الهجوم بالشوط الثاني من هاللقاء، مع كرة بوسط الملعب مقطوعة من حسين إبراهيم لعند تياغو أمرال. تياغو ما بحب يلتحم، ما بحب يحتك باللاعبين، بتلاحظوا تياغو بيجرب قد ما فيه يهرب من الالتحامات والمواجهات الثنائية مع خصومه. من جديد حسين إبراهيم لتياغو، دائما محور اللعب صانع ألعاب فريق البرج رقم 30، كرة على الجهة اليسرى وليد إسماعيل، وليد منه لعند محمد قاسم، محمد قاسم وفرصة افتتاح التسجيل بالشوط الأول من بينارتي يلي أهدره أيضا وليد إسماعيل لتياغو أمرال. تياغو بيخلي الكرة معه منه لعند محمد جعفر، أيضا الكرة عم تنتقل لعند العوطة شو ممكن يعمل بهالكرة، كرته للأمام لعند حمزة عبود، ممتاز حمزة عبود بهالمرور، حمزة عبود داخل منطقة الجزاء، وين التمرير؟ التمرير لتياغو ممكن يسدد، التسديدة من تياغو صحيح القرار لأنه المرمى كان مكشوف أمامه من خارج منطقة الجزاء، سدد تياغو الكرة ارتدت إلى الكورنر، رجع البرج يشكل الخطورة، رجع البرج يكون حاضر على الصعيد الهجومي تحديدا عبر حمزة عبود يلي أيضا عم يقدم مباراة جيدة على الجهة اليمنى. هيدي هي كرة تياغو أمرال يلي ارتدت ويلي كان عم يترقبها من دون شك نمر لحود بين الخشبات الثلاثة. البرج بالموسم الماضي حقق الفوز على جميع الفرق يلي واجهها، خسارة وحيدة مقابل 17 انتصار وأربع تعادلات، خسارة وحيدة كانت مفاجأة بصراحة أمام هومنتمن يلي أنهى الموسم بالمركز الأخير، خسارة 1-2، ومن وقت ما فاز على شباب البرج بالمرحلة السادسة 1-0 تصدر الترتيب وما استغنى عن الصدارة أبدا، أمر رافت من دون شك يلي عمله البرج بالموسم الماضي. مباراته المقبلة رح تكون مع النجمة طبعا بالأسبوع المقبل، رح يكون مرتاح
لانه النجمي رح يكون منشغل باستحقاقه مع الترجي التونسي بالبطوله العربيه مع كره ايضا هون لعند محمد قاسم اللي عم بيحاول يعكس العرضيه. كره لداخل المنطقه ما في اي تسلل توصل بسهوله عند نمر لحوت. نفس السيناريو فارس عم يتكرر مع انطلاق الشوط الثاني، ولو انه شباب البرج بشكل افضل على الصعيد الهجومي بلش يتحرك، بلش يكون قريب من بعضه على صعيد الخطوط، وايضا هون عم يحصل على خطا بمكان جيد لمحاوله صناعه الخطوره. يعني هيدا يعني عم نقوله شربي من بدايه الشوط الثاني معقول كثير، الضغط الضغط من دون نتيجه يؤدي لهدف معاكس، بده ينتبهوا الفريقين لانه الهدف صعب بمباراه اليوم، منا سهله ابدا تقدر تشوف نسبة عالية من الأهداف بهالمباراة. الفريقين عم يلعبوا بحذر كتير كبير، وحسين أبو يحيى يلي عم يعطي إشارة للاعبين، كرة أمامية لا أمير الحصري بيبعدها بالوقت المناسب حمزة عبود. حمزة عبود يلي عم بيكون كمان واحد من نجوم المباراة بمركز الدفاع وبالمركز المتقدم ليساند خط الهجوم، بدو ينتبهوا، ممنوع الخطأ داخل منطقة الجزاء. صديق آدمز وكرة كريس ريمي، هيدا اللي عم قوله معقول كتير، كرة وحيدة تكلف فريق البرج الغالي كتير إذا ما انتبهوا على كريس ريمي على صديق آدمز، هاللاعبين يلي بشكلوا خطورة كتير كبيرة إذا وصلوا لمنطقة الجزاء بمواجهة دفاع فريق البرج. عبد الكريم صالح حارس مرمى البرج بيلعب الكرة عالية بعيدة، بيطلع ستيفان سارفو بمرر لمحمد جعفر، محمد جعفر عم بيقدم مباراة جيدة جدا اليوم، وخطأ واضح لصالح محمد جعفر. محمد جعفر وعلي بزي الأصدقاء خارج الملعب، الأعداء الرياضيين على أرض الملعب. كرة حاليا مع حمزة عبود، حمزة عبود يلي رح يجرب يلعب الكرة طويلة لأن وقت يتقدم إسماعيل أنتيري بتكون الأمور واضحة والتعليمات واضحة، يلعب الكرة عالية. بالمرحلة الثالثة فريق شباب البرج رح يواجه السلام صغرتا، هيدي الكرة عالية داخل منطقة الجزاء والدربكة موجودة والخطر موجود. الله محمد جعفر، ما قدر النمر يشوف الكرة، ما قدر يشوف التسديدة. محمد جعفر كنت بعدني عم بقول واحد من نجوم المباراة، برهن هالشيء ورد علي بهدف أكثر من رائع، شوت صاروخ صاروخ كرة من محمد جعفر، وشباك شباب البرج عم تهتز لأول مرة بهالمباراة. شباب البرج عم بيتلقى الهدف ولازم يتخلى عن حذره الدفاعي. بنرجع بنشوف الكرة العالية الدربكة الموجودة مع تسديدة محمد جعفر داخل الشباك، ما بيقدر يعمل لها شيء ابدا نمر لحوت. هون الكرة والتسديدة داخل الشباك ليعلن تقدم البرج 1-0. محمد جعفر عرف وين بده يوقف، عرف وين يوقف، عرف وين ياخذ المكان المناسب للتسديد، وما بيقدر يعمل شيء ابدا نمر لحوت لهالكره. الخطا موجود وفرصه مع فريق البرج، جمهور البرج عم يحتفل، لاعبي البرج عم يحتفلوا، المباراه ما انتهت، البرج عم يتقدم بهدف، البرج عم يسعى لهدف ثاني ليضمن نوعا ما نتيجه المباراه التقدم 1-0. هدف رائع 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 من محمد جعفر، يعني هدف قاسم الزين امبارح هدف حلو كتير، هدف محمد جعفر اليوم هدف اكثر من رائع كمان. هيك حلوين الاهداف يلي عم نشوفهم بملاعبنا اللبنانيين، الملفت الاعلانات يلي عم تشوفون مزينين الملاعب والحل الجديده والصوره الجديده يلي عم نكون نحن وياكم مع ملاعب كره قدم، وعلى امل هيدا الشيء يترجم ايجابا على المستوى الفني، على المستوى اذا بدكم الرياضي. وخارج الملعب لا، الحكم بقول بعدها داخل الملعب. يلا يا شباب البرج تاخرتوا بهدف، بدكم تردوا والا البرج جاهز ليرد بهدف ثاني. كلاوديو معلوف، كلاوديو معلوف حافظ على الكره للصديق ادمز يلي بيتعرض للعرقله والخطا موجود. حسين ابو يحيى الرجل الجليدي على مهلكم، على رواق كل شيء، وقت الحكم يكون بارد
بهالطريقه بيريح اللاعبين، بس اذا الحكم معصب والحكم بحالته العصبيه هذا الشيء بيزيد التشنج اكثر واكثر بين الحكم واللاعبين. يعني شرب الهدف عطى روح اكثر للمباراه، عطى جو للمباراه، عطى حيويه للمباراه. البرش بده هدف ثاني، شباب البرش صار مضطر يطلع من منطقته اكثر واكثر ليسجل على الاقل هدف تعادل، وهذا الشيء يلي بيوعد بالوقت المتبقي من عمر المباراه، خلينا نقول نص ساعه تقريبا، تكون نص ساعه حلوه من الفريقين. والبرج عالي على صعيد المستوى بهاللقاء مقارنة بأداء شباب البرج، ولو أنه تحسن مع انطلاق الشوط الثاني من اللقاء بانتظار ردة فعل شباب البرج على الهدف يلي تلقاه، هدف محمد جعفر. محمد جعفر يلي كان مثل ما قلت ببداية اللقاء هو الأخطر على صعيد فريق البرج، هو يلي حصل على ركلة الجزاء اللي أهدرها محمد قاسم، وبالتأكيد بيستحق. كان اليوم يهز الشباك، مجهود كبير عمله على أرض الملعب، لاعب عنده إمكانات كبيرة وعنده الحرية اليوم على أرض الملعب بخطة المدرب محمد الدقة هون بالإعادة. الخطأ يلي عم يتعرض له علي بزي من حمزة عبود، أو العكس، الخطأ يلي عم يتعرض له حمزة عبود من علي بزي، ويلي من خلاله الإنذار عم يكون لعلي بزي. هذا صديق أدمز على ما يبدو عم يشعر بالإصابة، بده يتحرك أكثر صديق أدمز، بده يكون تحركاته فيها انسجام مع كريس تريميلو رونيون. يعني التناغم بين اللاعبين على الصعيد الهجوم منه على أعلى مستوى. هيدا علي بزي، علي بزي هو يلي عم يتلقى الانذار. اذا محمد قاسم يلي اهدر بينالتي، بالمناسبه يعني كان اهدر ركلتي جزاء فقط البرج بالموسم الماضي. عبر هدافه وسيم عبد الهادي يلي سجل 18 من الاهداف 42 يلي سجلها الفريق خلال الموسم، واثنين بينالتي فقط ضاعوا كان عم يضيعوا الوسيم. والكلام على الأرقام أكيد بيعطي أفضلية للبرج بشكل كتير كبير. في حال عملنا المقارنة إن كان على صعيد المشاركة بكأس التحدي أو على أي صعيد آخر بيرتبط بالمواجهات المباشرة بين الفريقين، يعني بكأس التحدي البرج قدم نفسه بشكل جيد، قدر يفوز بالمسابقة من دون ما يتلقى مرمي أي هدف. وتجاربه يعني مع فرق الدرجة الأولى بيناتهم سلام زغرتا اللي فاز عليه مرتين بدور المجموعات، دور المجموعتين، وطبعا بالمباراة النهائية فاز أيضا على التضامن صور بهدفين وعلى طرابلس بثلاث أهداف نظيفة بالدور نصف النهائي. نتائج لافتة كانت للبرج، بينتظر أنه يترجمها أيضا اليوم إلى نتيجة إضافية، رح يرفع رصيده إلى ست نقاط، مثله مثل النجم رح يكون بالصدارة مع علي بزي. بحاول يمر علي 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 بحاول يمر يوسع لنفسه أيضا ليسدد، لكن الكرة عم ترتد هون من أحمد الخطيب، بتبقى مع شباب البرج. أمير الحصري، أمير الحصري بيلعب الكرة العرضية خطيرة خطيرة خطيرة. أوه لا لا لا، ما معقول يلي صار، ما معقول يلي صار. أحمد عباد على مسافة قريبة كان من المرمى لإدراك التعادل من جديد، الشغل الممتاز يلي عمله أمير الحصري على الكرة العرضية. صديق آدمز ما قدر يوصل لك ريست، لكن أحمد عباد شو عملت؟ شو عملت؟ الشباك كانت بانتظار انه تزورها، انه تهزها، انه تسجل هدف التعادل للبرج بهالمباراة. هدف التعادل لشباب البرج اذا عم بضيع بهالمباراة. وليد اسماعيل هون منه راضي اكيد عن التمركز الدفاعي لزملائه قائد البرج، بالوقت يلي هون في تبديل جديد لا شباب البرج، هو التبديل الثاني بالمباراه. علي حرب عم يدخل مكان محمد الموسوي، بصراحه من افضل مباريات مدافع البقاع السابق، صعوبات كبيره واجهها اليوم بهاللقاء، وايضا طبعا هو يلي كان تسبب بركله الجزاء. بالمقابل محمد مرقباوي ايكر لاعب الاخاء الاهلي علي والنجمي السابق عم يتحضر للدخول بدوره
من ناحية فريق البرج لعب وسط مهاجم، ممكن نشوفه عم يدخل مكان حسين العوطة. كرة حمزة عبود إلى داخل منطقة الجزاء من جديد، على الرأسية موجودة سريعة دفاع شباب البرج تحت الضغط عم يشتت، والخروج مع كلاوديو معلوف من لمسة واحدة لعلي بزة. علي بيلعب الكرة للأمام لعند صادق آدمز، صادق بترجع لعند علي بزة، الكرة على الجهة اليسرى مجددا، التقدم من أمير الحصري، البحث عن كريسترمي، أمير شو ممكن يعمل بين ثلاث لاعبين، أمير عم يتابع تقدمه، أمير عم يحافظ على كرته، حمزة عبود عم يقطعها، متحرك بشكل جيد أمير، لكن دفاع البرج فعلا صلب. فريق مثل ما ذكرت فاز بالمرحله الاولى 1-0 على السلام صغرتا، ايضا ما اهتزت شباكه. الكره عم تتنفذ بسرعه ايضا، تياغو عم يعود للخلف، امير الحصري، امير بيحافظ على كرته، امير بيلعبها للامام بقدمه اليمنى، لكن هالمره الكره عشوائيه سهله جدا بين يدي عبد الكريم صالح. حارس مرمى البرج بسهوله تامه كان عم يلتقط الكره بالوقت يلي تياغو امارال مصاب على ارض الملعب. كل السلامات لتياغو، التبديل اصيب بشد عضلي اللاعب البرازيلي. محمد مرقباوي اذا على خط الملعب، التبديل راح يحصل بهالاثناء، راح نشوف مكان مين راح يدخل. ايكر على ما يبدو صح التوقعات، اللي انا عم بشوف حسين العوطة عم يتجه للخروج من ارض الملعب، اكيد رح تشوفوا بالصوره التبديل يلي عم يحصل بالوقت يلي لا يزال تياغو عم يتلقى العلاج. إذا التبديل لفريق البرج، التبديل الأول بالمباراة، مرقباوي بدال العوطة. 20 دقيقة تقريبا متبقية على نهاية اللقاء الديربي للبرج الأصفر بهاللقاء. كرة ملعوبة من عبد الكريم صالح للأمام مباشرة لعند الحارس نمر لحود، يعني عمل كثير نمر لحود بمباراة اليوم، إلا أنه كان صعب جدا أن يوقف التسديدة الصاروخية يلي أطلقها محمد جعفر إلى شباكه. أغوستينو سا كرة من جديد، علاء حمية الأمامية على الجهة اليمنى، بترجع لعند كلاوديو معلوف، كلاوديو لحسن هزيمة، أمير الحصري من جديد، علاء حمية وحسن هزيمة، وصل عند علاء يلي بيلعب الكرة الأمامية باتجاه لكريست. الكرات الهوائية أيضا عم يتفوق فيها فريق البرج بشكل واضح مع محمد قاسم كرة لعند حمزة عبود، حمزة بيلعب الكرة الأمامية باتجاه لستيفن سارفو، السباق للكرة مع حسن هزيمة، الهزيمة بيتمكن أنه يقطعها مجددا لعند امير الحصري، عم يحاول ينظم صفوفه اكثر واكثر، شباب البرج عم يحاول يلاقي الطريق ويلاقي منفذ ويلاقي رواق ويلاقي طبعا الحل لفك شيفر الدفاع البرج يلي من كاس التحدي وامتدادا الى بطوله الدوري لحد الوقت ما حدا قدر يفك. علي بزي داخل منطقه الجزاء، علي بحاول يلعب الكره العرضيه، مقطوعه مره جديده، احمد الخطيب عم ترتد من احد زملائه، وهون الدفع علي بزي على احمد الخطيب، بده ينتبه كثير منيح علي بزي، عنده انذار علي بزي معه انذار، بس هون ما فيها شيء الكره، يعني دغري حسين ابو يحيى انتبه انه شوي عم بيزيدها بهالوقت، كان احمد خطيب ما في لزوم للانذار الثاني. والمباراة عم تتابع، عم نوصل لدقيقة 72 من اللقاء، والنتيجة ما زالت تقدم البرج على جاره شباب البرج 1-0 بالمباراة يلي عم تتابع مباشرة نحن ويكم من صيدا
عبر شاشة الام تي في. امبارح كنا مع مباراة تضمسور والنجمة، بكرة مع مباراة شباب الساحل والأنصار مباشرة من طرابلس، يعني من بيروت إلى الجنوب إلى الشمال، ثلاث مباريات مع نقلنا المباشر لها الأسبوع. حمزة عبود رح يلعب رمية تميز طويلة مثل عادي، سقطة داخل منطقة الجزاء. حمزة عبود بنفذ رمية تميس، بيبعدها أمير الحصري، بشتتها علي بزي، كريس ترامي بياخذ الكرة، كريس ترامي بيطلع لمين، لمين بده يمرر، بيتقدم هو بالكرة، كريس ترامي عم بياخذ مباراة على عاتقه والمبادرة على عاتقه، بده يلعب على الجهة اليمنى. ما زالت الأمور مع فريق شباب البرج اللي عم يسعى ليسجل هدف التعادل. علي حرب بعد تمريرها من أحمد عبيد، وفرصة مش معقول، هيك الكرة ما رح تدخل، هيك الكرة ما بتدخل بهالطريقة ابدا. شوفوا احمد عبيدي بيسرع بروح ركض عند حارس المرمى تا ما يضيع وقت ابدا. عبد الكريم صالح لازم ينفذ الكرة، الحكم حسين ابو يحيى يلي عم يتطلع ليشوف الوقت يلي رح يكون بنهاية المباراة، لانه هيدا امر طبيعي بعالم كرة القدم انه الفريق اللي بيكون متقدم بالدقائق الاخيرة ببلش يضيع وقت، ببلش يتعمد الاصابات، هيدا من حق اي فريق بيكون متقدم. بمنتصف ملعب محمد قاسم بمرر للصعوك حسين ابراهيم، حسين ابراهيم كمان لاعب رايق كثير بخط الوسط ومن اللاعبين اللي بيعتمد عليهم بشكل رئيسي الدقة. تياغو 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 بمرر 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 مع تسديدة جديدة هالمرة كمان من محمد جعفر، وتبديل عم يتحضر بصفوف فريق البرج مع إبراهيم أبو حمدين. إبراهيم أبو حمدين لاعب البقاع السابق يلي عم يستعد ليدخل لأرض الملعب، الدقة يلي عم يلجأ لتبديله فينا نقول الثاني بالمباراة بعد دخول محمد المرقباوي. عبد الفتاح عاشور كنا خبرناكم انه بين الشوطين رح نسال ونشوف شو الامور. عبد الفتاح عاشور من بعد ما كان بالتشكيله الرئيسيه تعرض لاصابه صغيره اثناء عمليه التحميه وما قدر يشارك. حاليا اغوستينو اغوستينو بيغسل كره، اغوستينو يرجع ياخذ الكره، اغوستينو لمين 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 بده يطلع بده يمرر، بفضل يمرر لكابتن الفريق لعلاء حمية، علاء حمية على الجهة اليمنى بهالوقت لعند علي حرب، كرة عالية داخل منطقة الجزاء بس اسماعيلة موجود، اسماعيلة بشتت، اسماعيلة ممنوع الكرة تقطع عن اسماعيلة، لأنه إذا قطعت كرة عن اسماعيلة رح يكون في خطورة من ناحية فريق شباب البرج. كلاوديو معلوف على الجهة اليمنى، تحسن كتير أداء فريق شباب البرج من وقت ما دخل مرميهم هدف، هيدا امر طبيعي، ما عاد عندهم شيء يخسروه ابدا. لاحظوا لاعبي فريق البرج كلهم عم يرتدوا لخلف منتصف الملعب لمسانده الدفاع ومنع فريق شباب البرج انه يقدر يتحرك مثل ما بده. حسن هزيمي بيلعب الكره، حسين ابراهيم بيقطعها، تنتقل كره حاليا مع فريق البرج. المرقباوي 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 بيتقدم 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 على الجهه اليمنى، معه امير الحصري، ما زالت مع المرقباوي بده يجرب يحصل على ركله ركنيه على شيء، ما قدر لانه دفاع فريق شباب البرج موجود بالمكان المناسب ليقطع الكره. تياغو تياغو دي امرال اللاعب البرازيلي، والتبديل رح يتم مع توقف الكره والتبديل صار جاهز. ابراهيم ابو حمدين يلي رح يدخل لارض الملعب بدلا من صاحب هدف المباراة الوحيد لهلا محمد جعفر. محمد جعفر قدم كل شيء طلبوا منه المدير الفني، راضي عنه تمام الرضا، وهلا شوفوا الدقة ومحمد جعفر اكيد الفرحة رح تكون كثير كبيرة بعد هدف التقدم يلي عطى فريق البرج، التقدم 1-0 من تسديدة كانت أكثر من رائعة، وجمهور البرج يلي عم بحيي محمد جعفر. بالإعادة بنشوف الهدف لمحمد جعفر، هدف أكثر من رائع، يعني هاي تسديدات صاروخية بتذكر كل البرجيين بآل رحال والتسديدات الصاروخية القديمة مع هالكرة. خلينا نتبعها داخل منطقة الجزاء،
هل رح تعطي أي نتيجة فرصة لفريق شباب البرش؟ وما في تسلل فرصة لفريق شباب البرش لأدراك التعادل، بس بالنهاية الكرة رح تروح لخارج الملعب، ركلة ركنية. فريق شباب البرش بالهجوم، البرش بالدفاع، ومحاولة جديدة عم بتكون لأدراك التعادل. هل رح يتمكن أمير الحصري من هالكرة اللي رح يلعبها تلاقي حدا من زملائه يقدر ينفذها داخل الشباك؟ منتابع الكرة منشوف الركلة الركنية من لاعبين من البرج بيرتدوا للخلف، وفريق شباب البرج بالهجوم، كرة رأسية داخل منطقة الجزاء. لا 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 لا، هيدي الفرصة يلي كان ناطرها فريق شباب البرج. أسهل من هيك كرات ما معقول تصير، والكرة يلي عم بتضيع على باب المرمى. يعني صادق أدمز، صادق شو بدك؟ هيدي لو أنا شربي النكستها كنت شفت هدف التعادل. أنت لعيب يعني، بس صادق أدمز كان يعني بموقف مناسب وما قدر يسجل هالكرة سهلة جدا. يعني مباراة مثل ما عم قول كان من المفترض يظهر فيها بشكل أفضل الدولي ألغاني السابق. ركلة مرمى عبد الكريم صالح مباشرة باتجاه ستيفن سارفو. سارفو بحافظ على كرته لكن مقطوعة هون. شوفوا قد ايه الالتحامات عم تكون حاضرة، قد ايه شباب البرج عم يحط تقله حاليا بخط الوسط لمحاولة الاستحواذ على الكرة ويضبط الوضع بشكل أفضل ويقدر يخرج من هالمباراة أقله بنقطة. كان قريب جدا صادق آدمز، لكن فعلا أخطر فرص المباراة لشباب البرج كانت عم تضيع مع كلاوديو معلوف. كلاوديو بوسط الملعب، كلاوديو بيلعب الكرة على الجهة اليسرى. أمير الحصري دائما متحرك وهو يلي عم يلعب الكرة العرضية المرة. الخطورة مع كريست، الرأسية ضعيفة جدا من كريست. كريست ريمي لورونيو. محمد الداء أكيد على أعصابه هو ومساعده فؤاد حجازي ابن نادي البرج. مرقباوي ما بيقدر يسيطر على الكرة، بتروح لعند أغوستينو السهل الممتنع على الرقم 8، بيستلم وبيسلب بشكل سريع. علاء حمية، كلاوديو معلوف مرة جديدة. كلاوديو الكرة إلى خارج أرض الملعب. أكبر انتصارات البرج بالموسم الماضي كانت على الإصلاح البرج الشمالي بنتيجة 6-1. وليد إسماعيل لإسماعيلة بطل كأس لبنان مرة وحيدة بعام 93 على حساب الهومنمن. علاء حمية، كلاوديو معلوف مرة جديدة، حسن هزيمة من جديد لعلاء حمية. أحمد عباد أسرع، مفروض يكون شباب البرج أسرع. نقلة الكرة عم تكون بطيئة، شوفوا حتى ستيفن سارفو ضغط من الهجوم لخط الوسط وقدر يحصل على الكرة مع تياغو أمارال يلي عم يحصل على الخطأ. نهاية المباريات بدوري الدرجة الثانية، الأهلي الصيد عم يفوز على أنصار حوارة 3-0. سبورتينج على البقاع بنفس النتيجة. الحكمة عم يحقق انتصاره الثاني على التوالي 1-0 بهدفه لعلي حوراني لاعب البرج السابق. والاجتماع عم يفوز على ناصر بارلياس 3-1، والراسينج عم يحقق فوز بالدقائق القاتلة على الإصلاح البرج الشمالي بنتيجة 1-0 بالوقت. في تسديدة هون ضعيفة باتجاه مرمي لنمر لحود. كنت عم بتحدث عن البرج ومدى الصلابة الدفاعية اللي عنده اياها الفريق، اصلا ظهر بالدرجة الثانية بالموسم الماضي بنفس الشكل الدفاعي، 15 مباراة انهيها بشباك نظيفة. تخيلوا 15 مباراة من اصل 22 بشباك نظيفة انهيها البرج يلي هو عم يهاجم حاليا حمزة عبود، محمد قاسم. 9 اهداف فقط تهتزت شباكه للبرج، مثل ما ذكرنا الافضل هجوميا بعد شباب البرج وبعد الاهلي الصيدا. 48 هدف كان شباب البرج عم يسجل، 44 الاهلي الصيدا. وايضا
الاجتماعي اللي سجل 43 هدف مقابل 42 للبرج، لكن الافضل دفاعيا بدون شك للبرج بالاهداف التسعه يلي هزت شباكه. علاء حميه منه لعند اغوستينو، اغوستينيو للخلف هزيمه، ايضا التمريره خاطئه، التمريره خاطئه مش بوقتها بالتاكيد، تضيع هيك نوع من الكرات. يعني الفريقين ما التقوا ولا مره ابدا، مثل ما ذكرنا قبل لقاء بالدرجه الثانيه، حتى على صعيد الارشاد كان مفروض يعني يلتقي الارشاد مع البرج بعام 2014 بدوري الدرجه الثانيه، لكن بوقتها الارشاد انسحب من البطوله. الارشاد يلي لعب الدرجه الاولى بموسم 2007 و2008 حلب المركز ما قبل الاخير، فاز فقط على الحكمه الراسنج الاهلي صيدا والحكمه ايضا بالاياب مثل ما بذكر، وهبط الى الدرجه الثانيه، ومن بعدها انتقلت رخصة النادي إلى شباب البرج يلي مثل ما ذكرت ببداية المباراة انتقل من الرابعة إلى الثالثة إلى الثانية إلى الدرجة الأولى بسرعة قياسية، واليوم موجود بدوري الدرجة الأولى وهو على مشارف تلقي الخسارة الثانية على التوالي مع حمزة عبود يلي عم ينفذ الكورنر حاليا لمصلحة البرج. حمزة بيلعب الكرة إلى العارضة البعيدة، تياغو أمارال بالرأس، الكرة لا تزال داخل أرض الملعب، سارفو وهزيمة بتبقى لحمزة يلي بيعكسها لداخل منطقة الجزاء، وهون علاء حمية كان بالمكان المناسب ليبعدها. كورنر جديد لمصلحة البرج، كورنر جديد لحمزة عبود، نمر لحود عم نشوفه عمالنا على الشاشة، أكيد بيأمل إنه شباكه ما تهتز مرة تانية. بالوقت يلي حمزة عبود عم يبحث عن رأس أحد زملائه بيلعب الكرة مرة جديدة إلى داخل مطو، جول سارفو سارفو سارفو، قلت عم يبحث عن رأس أحد زملائه لكن سارفو أطل بسرعة البرق ليأخذ الكرة على الطاي ويطير بالنتيجة بالنسبة للبرج بهالتسديدة يلي سجل من خلالها كرة جديدة بشباك شباب البرج بشباكه لنمر لحود، الفرحة الكبيرة مع الجمهور الأصفر جمهور فريق البرج، هدف جميل جدا لستيفن سارفو، واحد من الهدافين المميزين، واحد من المهاجمين الحساسين داخل منطقة الجزاء. نمر لحود ما بيقدر يعمل أي شيء لهالكرة مرة جديدة بالإعادة، حمزة عبود شوفوا وصل سارفو، وصل الغضب، وصل النار مثل النار، عم يحرق الشباك بهالكرة على الطاير، رائع جدا يا سارفو، رائع جدا البرج، النقاط الستة بالانتظار والصدارة مرة جديدة إلى جانب النجمة يلي كان فاز مثل ما ذكرت امبارح على التضامن الصور. البرج رح يعود إلى برج البراجي وهو منتصر الديربي، إذن عم ينصبغ باللون الأصفر لون البرج بهاللقاء، 2-0 النتيجة، 2-0 وتقدم مستحق من دون شك للفريق والطرف الأفضل بهالمباراة مع هالكرة بالإعادة عم نشوفها وهالمحاولة لشباب البرج، الكرة بين يدي الحارس عبد الكريم صالح بيقدر يطمن على النتيجة، فريقه لمحمد الدقة بيقدر يطمن على النتيجة، الجمهور البرجي مع ايضا هالكرة والمحاولة لأمير الحصري، أمير 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 دائما لاعبين على التغطية، هيدي هي المنظومة الدفاعية فارس يلي عم نتحدث عنها، المنظومة الدفاعية الناجحة. إذا شباب البرج بعد فوزه بالمباراة الأولى ممكن يتلقى خسارته الأولى بمباراته الثانية، قريب من تلقي الخسارة الأولى فارس بمباراته الثانية لأنه الوقت عم يداهمه 4 دقائق وأقل متبقيين على صافرة حسين أبو يحيى اللي رح تعلن عن نهاية المباراة. يعني فريق البرج لهلا هو بصدارة الليحة، بيتقدم على النجمة بفارق هدف مع نفس عدد النقاط، مطالبة بركلة جزاء، الحكم بقول ما في شيء، مع تسديدة ومحاولات فريق شباب البرج بالشوط الثاني كانت خطرة، شباب البرج بالشوط الثاني افضل
من شباب البرج بالشوط الأول، بس المحاولات ما كانت عم بتصيب المرمى. يعني شفنا فرصة خطرة كتير كانت لأحمد عبيد، وهلأ كرة تانية خطرة والفرص عم بتضيع. يلي ما بيسجل التاريخ بقول نتيجة، بقول أرقام كمان مرة التسديدة والمحاولة، وكريس ريمية اللي عم بيجرب حظه مع هالكرة فوق مرمى الحارس عبد الكريم صالح بسنتيمترات قليلة. فريق البرج التقدم مريح مع الوقت يلي متبقي من عمر المباراة. المرقباوي على الجهة اليسرى بيتقدم، المرقباوي لمين بده يلعب الكرة؟ عم بيجرب يلعبها لستيفن سارفو يلي عم يبحث عن هدفه الثاني. كرة حاليا مع فريق شباب البرج، عم بيطالبوا بخطأ، الحكم حسين أبو يحيى بيقول ما في شيء أبدا. ترجع المحاولات الأخيرة، الدقة شباك يا دقة، ليه معصب؟ فريقك متقدم 2-0 بعد باقي دقيقتين على نهاية المباراة، الأمور التحكيم ممتاز. خلينا نتابع هيدي الكرة، علاء بده يلعب الكرة عالية، علاء لا بيسدد، علاء ما بتتسدد الكرة يا علاء، هيدي الكرة كان لازم تتمرر لداخل منطقة جزاء. واليوم منطقة البرج وبرج براجني رح تبتسم لفريق البرج يلي على هلا عم بحقق الانتصار المطلوب، وبنتيجة 2-0 على فريق شباب البرج. هيدا الديربي المنتصر، بعد في ديربي مع شباب الساحل، بعد في مع فريق العاهد، وكرة بالوقت الحاسم عم بيبعدها مدافع فريق شباب البرج علاء حمدي. ترجع بتنتقل سريعا مع هزيمة يلي بيتركها لكلاوديو معلوف، لأغوستينو بيتقدم، بيطلع لمين بده يلعب؟ أغوستينو بفضل يلعب الكرة العالية حلوة كتير بس بيبعدها وليد اسماعيل بالوقت المناسب. قوم يا وليد قوم، ما في شيء، ما تمرق الوقت لأنه الحكم رح يزيده بالنهاية. كرة بيبعدها الأنتيري بالوقت المناسب. شباب البرج حاليا بالهجوم، كل لاعبين فريق البرج بالدفاع. أغوستينو ترجع الكرة لعند أغوستينو، عم يعتمد على الكرات الطويلة الساقطة ليجرب يمرر الكرات خلف دفاع فريق البرج يلي ما عم بينجح أبدا لهلا. تياغو دي أمارال للمرقباوي، كرة طويلة لخارج ملعب، رامي تميس بتروح لفريق شباب البرج. عم نقرب من نهاية الوقت القصري لزمن المباراة، نتيجة تقدم واضح، تقدم صريح، هدفين بالشوط الثاني لفريق البرج. كرة لخارج الملعب، ما راح يتأخر أبدا حكم الرابع أحمد سعيفين ليعلن عن الوقت المحتسب بدل عن ضائع يلي بيكون عطيه الحكم الرئيسي حسين أبو يحيى. 10 ثواني وندخل بالأربع دقائق الأخيرة من عمر المباراة. 4 دقائق للبرج ليرفع رصيده ل6 نقاط ليكون بصدارة دوري ألفا حاليا، وفريق شباب البرج مهمته رح تكون صعبة. هدفين شغلة منا هينة أبدا، منا سهلة أبدا، تقدر تعوض هدفين بال4 دقائق. نمر لحود قدم مباراة كبيرة، بس شو بده يعمل ليعمل نمر لحود؟ شو في يعمل نمر لحود؟ كرة حاليا مع علاء بمرر بهالوقت، تمريرة خاطئة، الأمور بتصور خلصت، انتهت الأمور بالنسبة لفريق شباب البرج يلي عم يتلقى خسارته الأولى بدوري ألفا لكرة قدم. فإذا ديربي راح يكون الساحل البرج وشباب البرج. محاولة لفريق البرج للهدف الثالث، هل راح ينجح المرقباوي؟ هل راح ينجح بتسجيل الهدف الثالث؟ هل راح ينجح بتسجيل الهدف الثالث لفريقه؟ لا. فإذا حضروا حالكم على ديربي برج ساحل، على ديربي ساحل شباب البرج. الحكم بيقول عاب، ما في شيء، ما في أي خطأ، والخطأ هون بيصير. حسين أبو يحيى بيروح مع بطاقة صفراء، حسين أبو يحيى بطاقة صفراء، ما راح يسكت أبدا، ممنوع حدا يعترض، ممنوع حدا يطلع صوته. المرقباوي عم بياخد انذار بعد
الاعتراض يلي صار، شو بدك بهالشغله؟ خلص لو الحكم ما صوفرها فريقك متقدم بهدفين، البطاقات صفر بينحملوا معك لنهاية الدوري والأمور انتهت على أرض الملعب مع البرج اللي عم يبحث عن هدف ثالث. فريق البرج كرة هون، أغوستينو بحافظ عليها مش لوقت كتير، وفي خطأ لصالح أغوستينو وتبديل جديد بصفوف فريق البرج مع محمد الدر. محمد الدر سابقا مع فريق الخرايب درجة ثالثة عم ينتقل لفريق البرج هالموسم. علي بزي علي بزي علي بزي علي بزي علي بزي بمرر أمامية الكرة من دون خطأ، جرب خذ الكرة من دون خطأ وإلا رح يعلن الحكم عن اللحظات الأخيرة لنهاية المباراة. ستيفان سارفو صاحب الهدف الثاني الرائع جدا يوم الهدفين، فعلا من الأهداف الحلوة يلي دايما المشاهد بيتمنى يشوفها بعالم كرة القدم. كرة لحارس مرمى من محمد قاسم لإضاعة الوقت لتمرير الوقت، وعبد الكريم صالح موجود بالمكان المناسب لأبعاد الكرة. يعني مباراة انتهت. شربل مبروك لفريق البرج، هاردك لشباب البرج، والموعد بكرا الاراد مع مباراة جديدة بين الأنصار والساحل. فعلا فارس الانتصار الثاني للبرج والخسارة الأولى لشباب البرج. بكرة أكيد الصفا رح يلتقي مع الغزيل، لكن المباراة يلي بتقدروا تتابعوها مباشرة عبر شاشة الام تي في ابتداء من الساعة 4 الأنصار وشباب الساحل. بالوقت يلي التبديل رح يصير ومحمد الدر يلي رح يدخل مكانه لتياغو، كان مصيب بشد عضل تياغو، أكيد رح يكون عنده فترة راحة أطول من باقي الفرق البرج بحكم أنه ما رح يلعب مع النجمة بالمرحلة المقبلة. أكيد المرحلة المقبلة رح تحمل العهد إلى الساحة المحلية، بطل لبنان رح يعود ليبدأ المشوار، مشوار الدفاع عن اللقب بالوقت يلي بنتمنى له كل التوفيق لكل كل فرق الكرة اللبنانية وكل جمهور الكرة اللبنانية. لازم يكون خلف فريق العهد بالمهمة الآسيوية، مباراة الإياب بمواجهة الجزيرة الأردني، وفي حال الفوز التأهل إلى نهائي المسابقة الآسيوية راح يكون بانتظار فريق العهد، وكل أملنا إنه العهد يقدر يقطف ثمار العمل الكبير يلي قام فيه طوال سنوات ويقدر يجيب اول لقب قاري الى كره القدم اللبنانيه. بالوقت يلي حسين ابو يحيى عم يعلن عن نهايه المباراه بفوز البرج على شباب البرج بهدفي محمد جعفر وستيفن سارفو، هدفين مستحقين وثلاث نقاط مستحقه بالتاكيد للفريق الاصفر بهالمباراه. انتصار رح يوضعه بالصداره بفارق الاهداف عن النجمة. وقبل الختام اكيد رح نكون مع اعاده لهدفي اللقاء، الهدفين الجميلين يلي هزوا شباك شباب البرج اكيد مع الفرص ايضا وابرز الفرص يلي صارت، وطبعا ركله الجزاء هون يلي حصل عليها محمد جعفر بعد الاحتكاك مع محمد الموسوي. محمد قاسم هو يلي راح لينفذ البينالتي، سدد بالقائم الايسر، ما كان في هدف هون للبرج، صعب الامور على نفسه لكن مش لوقت طويل لانه بعد الدربكه داخل منطقه الجزاء الكره عم توصل عند محمد جعفر، التسديده الصاروخيه، اسيست كان من ستيفن سارفو، 1-0 النتيجه. هدف جميل فعلا لمحمد جعفر بالاعاده مره جديده، بتشوف الكره يلي سقطت بين دفاع وسارفو هيئها لمحمد جعفر يلي سدد صاروخ بشباك نمر لحود من بعد ما بالشوط الاول الحارس المكسيكي المولد صد لعدة كرات صعبة مثل كرة جعفر تحديدا ومثل كرة اسماعيل انتيري الرأسية. 1-0 هون النتيجة للبرج، فرحة كبيرة كانت للاعبي البرج، ومن بعدها حمزة عبود وكرة على الطاير فولي إلى داخل الشباك إلى يساره لنمر لحود، بالتأكيد ما بيقدر يعمل أي شيء لهالكرة المفاجئة المباغتة الصاروخية. 2-0 النتيجة. الاحتفالات البرجية بمدرجات ملعب صيدا البلدي عم تكون كتير كبيرة بهالأثناء، وأكيد رح تمتد الليلة
إلى منطقة برج البراجنة. على كل حال مشاهدينا لحد هون بينتهي بثنا المباشر من ملعب صيدا البلدي لديربي برج البراجنة. بكرة الملتقى بيتجدد الساعة 4 الأنصار وشباب الساحل. إلى اللقاء. Rhythm.